الناس كلها شايفة السكرين بتاعتي. ايوه دكتور زهر، السلام عليكم. أولا أعرف نفسي، أنا عمر نوفل، الأكاديمي بتاعي القديم، معيد في هندسة القاهرة. حاليا أنا بي اتش دي كاندريت، طالب دكتوراه أو مرشح للحصول على الدكتوراه في جامعة كولورادو ستيت يونيفرسيتي. شغال في سنتر اسمه سنتر اوف كوميونيتي ريزيلينس اند ريسك بيست كوميونيتي ريزيلينس بلاننج. شغال تحت دكتور جون فاندلنت، والشغل ده كله كان تحت السوبرفايزنج بتاعه. النهارده هنعرض ازاي، هنتكلم عن ازاي نحدد الفلاد ريسك اللي هو مخاطر الفيضانات، وايه هي العوامل الرئيسيه بتاعت مخاطر الفيضانات، وهنبتدي نستعرض ازاي نقدر نحلل الميتيجيشن والادابتيشن ميجرز اللي هم التدابير اللازمه اللي بتاخدها المجتمعات وخصوصا امريكا في انها تحمي مجتمعاتها من الفيضانات. ولما بنتكلم على تحمي مجتمعاتها بنتكلم على تحمي كذا حاجه، تحمي الانفراستراكشر بتاعتها، ودي شامله اللايف لاينز اللي هي خطوط الكهرباء، طرق، الميه، البيلدينجز، ونفس الكلام تحمي السوشيال لايف اللي هي الحياه الاجتماعيه بتاعتها والاقتصاد بتاعها، لان دول ما يقولوش اهميه اللي هم السوشيال فابريك بتاع المجتمع والايكونوميك بتاعه ما يقولوش اهميه عن البنيه التحتيه، وكلهم مترابطين مع بعض. أول حاجة، موضوع الفلاد ده يعتبر من أخطر الكوارث الطبيعية اللي بتتعرض لها أمريكا أو بيتعرض له العالم كله عموما. زي ما بيقولوا كده، no country is safe for flood، يعني ما فيش country عندها اللي هو نقدر نقول إن هي آمنة من الفيضانات، لأن الفيضانات بتحصل في مصر، بتحصل في أفريقيا، بتحصل في أوروبا، وبتحصل في أمريكا. مصادر الفيضانات ممكن يبقى لها كذا مصدر. عندك مثلا ممكن الفيضانات دي تحصل نتيجة هوريكين اللي بيسموها تروبيكال سايكلون، اللي هو إعصار مداري، بيتسمى في الجزء الغربي من الأرض اللي هي أمريكا بيتسمى هوريكين، وبيتسمى في الجزء الشرقي من الأرض لما بيحصل في الفلبين واليابان بيتسمى تايفون. الأعاصير المدارية دي بتعمل حاجة اسمها كوستال فلودينج، وطبعا الكوستال فلودنج بتبقى خسائرها مش بس الاعصار، بيعمل كوستال فلودنج ده بيعمل حاجات تانية كتير، بيجيب ويند وبيجيب سيرج وبيجيب ويفز، بس انا بتكلم على الجزء بتاع الفيضانات بس. ممكن تبقى مصدر الفيضانات ممكن يكون الرينفول، ان بيحصل مطر او امطار غزيره فبتقوم تروح على اللو لاند فتعمل دامج وتعمل لوسز. نفس الكلام ممكن ان مثلا نهر مثلا حصل له فيضان، نفس الكلام فيغرق الدنيا. طبعا الفيضانات المطريه بتكون سبب في الفيضانات النهريه. هي الشاشه عماله بتسود وتقفل ولا عندي انا بس؟ حد يقدر يجاوب؟ اصلا عندي الشاشه بتدي بلاك وبعد كده بتشتغل تاني، مش عارف نتورك ولا الناس سامعيني. طيب دكتور، ايوه الشاشه فعلا صباح الخير بتقفل يا دكتور. وتفتح. الشاشه فعلا بتقفل وتفتح، مش عند حضرتك بس. طب دلوقتي الناس شايفة الدنيا تمام؟ الحمد لله. طيب تمام. فكنا بنتكلم على انواع الفيضانات، قلنا في فيضانات بتبقى ساحلية وفيضانات مطرية وفيضانات نهرية. المشكلة كلها في تحديد مخاطر الفيضانات ان الكومبوننتس بتاعتها معقدة شوية، وكل كومبوننت لازم يتعمل له ديفلوبينج بطريقة معينة، وكل واحد بيحتاج باك جراوند، ساينتفك باك جراوند معينة. طيب الكومبوننتس بتاعت اي ريسك في الدنيا، مش بس الفلاد ريسك، لما بنتكلم مخاطر يعني حاجة، لما بنقول مخاطر غير لما بنقول ريسك، غير لما بنقول لوسز. لوسز يعني حاجة اوريدي حصلت، يعني حصل فيضان والفيضان ده دمر الدنيا وبعدين عمل لوسز، فبنبتدي نقيم الخسائر بتاعته. لما بنقول فلاد ريسك اللي هو الخطوره بتاعت الفيضانات، يعني انا عندي فيضان محتمل ممكن يسبب لوسز معينه باحتماليه معينه، فده بيتسمى ريسك. زي ما قلت من شويه ان الريسك دوت ان الريسك نتيجه اي ناتشرال هازارد، اي خطر طبيعي سواء زلازل، رياح، براكين، فيضانات، اعاصير، كلها ليها نفس الطريقه، بتتطلب ان انا يبقى عندي هازارد موديل معين. يعني انا مثلا
عندي مثلا لو هنتكلم على الزلازل مثلا، باعتبار اغلب الناس اللي موجوده هنا انشائيين، بيبقى في حاجه اسمها earthquake hazard map، بيقول لي البيك جراوند acceleration عند كل نقطه من المنطقه اللي اتاثرت قد ايه. نفس الكلام لو انا بتكلم على رياح، بيبقى عندي حاجه اسمها wind hazard map، بتقول لي الويند velocity عند كل منطقه من المناطق اللي عندي قد ايه. نفس الكلام في الفلاد هازارد، لازم يبقى فيه فلاد هازارد ماب بتقولي الفلاد ديبس او الفلاد فيلوسيتي، اللي هم عمق الفيضان، زمن الزمن دو الوقت الزمني بتاع الفيضان اللي هو الديوريشن، وممكن كذا فاكتور تاني زي الفيلوسيتي اللي هو السرعه، الدبريز اللي هي الحاجات اللي الفيضانات بتجلبها، فكل دي تعتبر هازارد. فالهازارد لما بنقول فلاد هازارد ده ممكن يشتق منه كذا حاجه، ممكن زي ما قلنا ممكن العنصر المؤثر بتاع الفيضان يبقى الفلاد ديبس اللي هو عمق الفيضان، بس ساعات الفلاد فيلوسيتي بتبقى اسوأ من الفلاد ديبس لانها بتسبب مشاكل انشائيه. فبالتالي لازم نعرف الكاركترستكس بتاعت الفلاد هازارد ماب دي ايه. الخطوه الثانيه هي الفلاد اكسبوجر، والخطوه اللي بعديها الفلاد فولنرابيليتي. ساعات في الجزء بتاع الريسيرش بتاعنا ناس بتتلخبط ما بين التعرض والتأثر. ممكن يبقى عندي منطقة معرضة للفيضان بس ما تتأثرش بالفيضان، يعني ايه؟ يعني مثلا وليكن ناخد مثال الإسكندرية. ممكن المنطقة دي يحصل لها فيضان بس المباني اللي فيها عالية، فبالتالي المباني ما تتأثرش بالفيضان لكن بتتعرض ليه. لكن المباني الواطية هتتعرض للفيضان وهتتأثر بيه. فده هو الفرق ما بين حاجة اسمها الفلاد اكسبوجر والفلاد vulnerability. فالعناصر الرئيسيه بتاعه الفلاد ريسك هما الفلاد هازارد والفلاد اكسبوجر والفلاد vulnerability. والريسيرش دلوقتي، البحث العلمي دلوقتي كله بيجري عشان يحدد الاكسبوجر والفولنربيليتي بتاعه المجتمعات للفيضان، لان سهل جدا ان انا اعمل الفلاد هازارد، ودوت يعتبر هو العنصر الرئيسي في الريسيرش اللي انا بعمله حاليا. نيجي بقى اول حاجه هندرسها هي الميثودولوجي اللي نحدد بيها الفريم ورك اللي احنا شفناه فوق، ازاي نخلط الهازارد مع الاكسبوجر مع الفولنربيليتي. اول حاجه بيبقى عندنا حاجه اسمها خريطه ارتفاعات رقميه، او اختصارها الديجيتال اليفيشن ماب، ودي مهمه جدا لان دي اللي بتحدد ارتفاعات المباني، المباني ارتفاعها كام عن سطح الارض، وبيزد على الارتفاعات دي هجيب ارتفاع الفيضان واقدر اعرف قد ايه فلاد دخل المباني اللي موجوده عندي. فالاناليسيس بتاعي لازم يبقى عنده داتا عن خريطه الارتفاعات الرقميه بتاعت المنطقه اللي انا هدرسها، او اللي بنسميها الديجيتال اليفيشن ماب. بعد كده الخريطه دي بتخش جوه عمليه اناليسز معينه بخطوات معينه، مثلا بقعد اظبطها واعدل الايرورز اللي فيها لحد ما اعرف شكل الستريمز اللي هتتحرك فيها الميه هيبقى شكلها عامل ازاي. وده طبيعي جدا لان انا عندي، لو عندي مكان وعندي خريطه ارتفاعات رقميه، هقدر احدد الاماكن الواطيه اللي هتمشي فيها الميه والاماكن العاليه اللي المنطقه مش هتقرب لها. فدي الخطوه الاساسيه، ان انا بعمل تحليل لخريطه الارتفاعات الرقميه اللي هي اسمها ديجيتال اليفيشن ماب. بعد كده بنخش بنعمل حاجه اسمها بيزن كاركترستيك اناليسيس، بنبتدي نحدد البيزنز اللي هتكاتش الميه، او بنسميها كاتشمنت. الكاتشمنت اللي هتاخد الميه دي لازم نعرف مساحتها قد ايه، السلوب بتاعها قد ايه، السنترويد بتاعها فين، اللونجست فلو باس اللي هيمشي فيه الميه شكله عامل ازاي. بعد كده بنخش على مرحله الهيدرولوجيك موديلنج، اللي هو بندخل الداتا بتاعت المطر معايا، مثلا داتا بتاعت مطر ديلي بتقول لي كل يوم، او مثلا عندي يومين او ثلاثه او اسبوع تقول لي كل ساعه نزل مطر قد ايه، مجموعهم وليكن نزل 20 سنتي متر او 30 سنتي متر. فبقوم مدخل الداتا بتاعت المطر دي مع اللاند يوز والسويل انفورميشن بتاعت المنطقه. طيب اللاند يوز دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن خريطه بتقول لي ايه المناطق اللي هي السوليد اللي الميه مش هيحصل لها انفلتريشن فيها، وايه المناطق اللي هي الزراعيه او الغابات اللي ممكن الميه يحصل انفلتريشن فيها، وعلى اساسها بحدد كميه الميه اللي حصل لها ران اوف وكميه الميه اللي حصل لها سيرفيس او ديب انفلتريشن. ونفس الكلام نوع السويل بيأثر على الارقام دي، اللي هي الران اوف، كميه الران اوف اللي موجوده عندي اللي هي الميه اللي هتتحرك في الستريمز، وكميه الميه اللي هتروح على الخزان الجوفي او هتنزل كسيرفيس ران اوف. بعد كده في مرحله الهيدرولوجيك اناليسيس بنستخدم برنامج الهيك اتش ام اس وندخل له الداتا. بقى في حاجه بقى شويه حاجات متعلقه بالهيدرولوجي اسمها نمبر
والستريم ويدث وشويه بارامترز كده عشان نقدر نطبق اللوس ميثود والترانسفورم ميثود اللي هم خاصين بالهيدرولوجيك اناليسيس، ونطلع اوتبوت محترم. اللي هو ايه بقى الاوتبوت بتاعنا؟ الاوتبوت الرئيسي اللي المفروض يخرج من عمليه الهيدرولوجيك اناليسيس هو الديستشارج اللي بيمشي في الستريمز قد ايه. عايز اعرف التصرف بتاعه الميه في كل ستريم عندي في المنطقه. الديستشارج ده بيطلع في صوره حاجه اسمها هيدروجراف. الهيدروجراف ده عباره عن 2 دي اكسس، الاكس اكسس بتاعه هو التايم والواي اكسس بتاعه هو الديستشارج. ليه بقى؟ لان انا زي ما عندي الرينفول بتبدا بحاجه صغيره وبعد كده تشد 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 وبعد كده تقوم تنزل تاني. نفس الكلام الديستشارج اللي هيمشي في الستريم هيبقى شبه الرينفول اللي موجود عندي. الديستشارج اللي هيمشي في الستريم اللي هو التصرف هيبدا بحاجه صغيره وبعد كده يطلع لبيك، وبعد كده لما المطره تهدى تبتدي الميه تهدى تاني. دلوقتي ده الاوتبوت اللي طلع من عمليه الهيدرولوجيك اناليسيس. بنستخدم الاوتبوت ده في عمليه ثانيه اسمها هيدروديناميك اناليسيس. الهيدروديناميك اناليسيس دوت بياخد الستريم ديستشارج اللي هو التصرف اللي بيمشي في الستريمز وبنحوله لهازارد ماب، اللي هو ايه؟ اللي هو يديني الفلود اللي هيبقى موجود شكلي عندي عامل ازاي، بنسميه الانديشن، يديني الفلود فيلوسيتي، لان بيزد على الديستشارج انا هقدر اعرف الفيلوسيتي الواتر فيلوسيتي هيبقى شكلها عامله ازاي. طبعا الواتر فيلوسيتي زي ما انت شايف مثلا هنا الديستشارج بادئ بحاجه قليله وبعدين طالع عالي وبعدين نازل واطي، فده بيغير سرعه المايه اللي بتبقى ماشيه في الاستريم من حاجه قليله لحاجه كبيره. طيب انا ساعات بيبقى عندي في مناطق ما بهتمش بيها بالفيلوسيتي، او الفيلوسيتي هتبقى قليله لما المنطقه ما بيبقاش فيها منحدرات كتير، منطقه مستويه، فبيبقى الفلود بنسميه ستاتيك فلودنج. ليه؟ لان الميه سرعتها قليله اقل من 2 متر بير سكند، فبالتالي نقدر نهمل الفيلوسيتي ونستخدم الفلود ديبس والدامجنج كاركترستيك بتاع الفلود اللي هو بنسميه الدامجنج كاركترستيك اللي هو الخصائص اللي بتعمل انهيار للمبنى، فبيبقى الفلود ديبس. لكن انا بقى عندي منطقه جبليه ومنحدره والميه ماشيه فيها بسرعه 10 متر بير سكند، فبالتالي لازم ادخل معايا الفلود فيلوسيتي، واهمالها ممكن ياثر على النتائج بتاعتي اللي موجوده عندي في الماضي. اللي بعد كده بنبتدي ناخد الهازارد ماب اللي هي الفلود انديشن ماب، ونقوم نحطها على الكوميونتي اللي انا عايز ادرسه. ولما بقول احطها على الكوميونتي، الكوميونتي ده بنمثله بشويه بيلدينجز، بنحط كل البيلدينجز اللي فيه والانفراستراكشر اللي موجوده جواه، ونشوف كل مبنى جاله فلود ديبس قد ايه، وكل انفراستراكشر الفلود اكستنت بتاعها شكله عامل ازاي. ومثلا لو انا عندي ترانسبورتيشن نتورك، فبالتالي اشوف ايه الجزء اللي حصل فيه فلودنج وبالتالي حصل ديسربشن في الجزء ده والعربيات مش هتقدر تمشي منه، فبالتالي نحسب راوت تاني وبنخش في عمليه اندايركت لوسز وكلام من ده. بس ان شاء الله في البرزنتيشن دي هنفوكس على الامباكت بتاع الفلود على البيلدنجز، فبالتالي هنشوف المايه دي هتاثر على المباني ازاي. طيب انا لما اتكلم على تاثر اللي بنسميه vulnerability، فبنستخدم حاجه اسمها fragility curves او loss curves. طيب عشان بس نبقى فاهمين وانا شغال ايه الفرق ما بين الفراجيليتي وايه الفرق ما بين اللوس كيرف او الدامج كيرف. الدامج كيرف ده بيبقى عباره عن كيرف بسيط جدا بتخش فيه بالفلاد ديبس اللي موجود عندك، وبتقوم طالع على الكيرف بتطلع نسبه اللوسز اللي موجوده عندك في المبنى. او بمعنى اصح يعني لو بنقول مثلا ان انا عندي مثلا فلاد ديبس 1 متر، فاقوم اخش عند 1 متر في الكيرف اللي هو بتاع اللوس كيرف، واقوم اطلع على الكيرف واقوم اطلع الاقي المبنى بتاعي خسر 50% من قيمته. ليه؟ لان انا لو دخل 1 متر فيضان في مبنى هيدمر طبعا الابلاينسز اللي موجوده عندي زي الثلاجه والغساله والبوتاجاز وكل الكلام ده، هيدمر الكاربت وهيدمر كل الحاجات اللي هي موجوده في الرينج بتاع الواحد متر. لو انا عندي دراي وول طبعا هتتدمر، طبعا لو هي حامله المواد مثلا زي زيت وكلام من ده، البينتنج الدهانات اللي موجوده عندي والحاجات اللي موجوده عندي كلها هتتدمر وهتحتاج تتغير. فبالتالي اللوس كيرف ده بيقول لي ايه حدود الخسائر اللي موجوده عندي المقابله للفلاد ديبس اللي هيحصل موجود عندي. طيب طبقنا الميثودولوجي بتاعتنا دي على مدينه في ولايه نورث كارولينا. نورث كارولينا تعتبر من الولايات الساحليه اللي على الساحل الشرقي لامريكا. دي مكانها اللي هي باللون الاحمر، دي مكانها بالنسبه لخريطه امريكا. عندي هنا فلوريدا، عندي هنا جورجيا، عندي فيرجينيا، عندي هنا نورث او هنا ساوث كارولينا، عندي هنا نورث كارولينا.
المدينة بتاعتنا مكانها من نورث كارولينا في مقاطعة اسمها روبسون، وبعدين مدينة فيها اسمها لامبرتون. الخريطة اللي موجودة قدامنا دي كل نقطة فيها، طبعا هنا أنا عندي النقط ألوان أصفر وأخضر وأحمر، كل نقطة فيها بتعبر عن مكان مبنى، وكل كالر بيعبر عن استخدام المبنى. يعني النقطة اللي باللون الأخضر دي مباني سكنية، اللي باللون الأحمر مباني تجارية، اللي باللون الأصفر ممكن تكون مدرسة، ممكن تكون هوسبيتال، ممكن تكون أي حاجة من الكلام ده. فدي التوبوجرافي بتاعة المدينة بتاعة الدراسة اللي إحنا بندرسها. عشان نخش في التوبوجرافي بتاعة تأثر المدينة دي بالفيضان، أنا عندي المدينة دي بيمر فيها اتنين ستريمز رئيسيين. اللون البامبا دوت هو حدود المدينة اللي أنا بدرسها. اللون الأزرق هو ده الستريمز اللي داخل للمدينة. لو لاحظت أنا عندي واحد من هنا ده اسمه، ده نهر اسمه لامبر ريفر، ودوت كريك. كريك دوت حاجة كده أقل من النهر، زي ما بنقول كده ترعة صغيرة. الترعة دي طريقها هنا وده طريقه كده، والاتنين بيتقابلوا في الجزء ده ويبتدوا يخشوا للمدينة ويعملوا لها فيضانات من الجزء ده. الاثنين دول لو انا جيت ركزت في الجزء ده هلاقي ان هما ماشيين من الناحيه دي. المدينه من حوالي 30 سنه بنت بنسميه ليفي او حائط او جدار ترابي اللي هو باللون الاحمر دوت، اللي هو شكله لو احنا عملنا زوم ان هيبقى شكله عامل كده، وهو دوت شكله في الحقيقه من على جوجل مابس. الليفي دوت بيعمل ايه؟ المفروض ان هو يعمل بروتكشن هنا الريفر، فالريفر ده لو حصله فيضان الليفي دوت يحجز الميه. المشكله بقى في المدينه دي ان في ان الجزء بتاع الليفي دوت نهايته هنا، بس في الجزء دوت تقاطع طريق سكه حديد مع كوبري. فالتقاطع دوت مفتوح من الجزء ده فيقدر يدخل الميه. هنا دوت شكل التقاطع، ودوت المكان اللي دخلت منه المايه، يعني المايه اللي في حصر المايه في الجزء ده، فالمايه اللي كلها اللي انحصرت دخلت من هنا. دوت شكل التوبوجرافي بتاعت المدينه والخريطه بتاعتها بالنسبه لتاثرها، بالنسبه لوجود الانهار حواليها، وبالنسبه لتاثرها بالفيضان. الخطوه اللي بعد كده اللي هو هنعمل فلاد هازارد مابنج. استخدمنا سيناريو لهوريكين اسمه هوريكين ماسيو. هوريكين ماسيو ده حصل في سبتمبر 2016، بدأ بكاتيجوري 1 ستورم في المحيط في البحر الكاريبي، وبعدين ده كان المسار بتاعه، وبعدين ابتدى يابروتش من على الايست كوست بتاع امريكا، ابتدى يقرب من فلوريدا، وبعدين وصل كاتيجوري 2 عند فوق فلوريدا بشويه، وبعد كده بقى كاتيجوري 1 عند نورث كارولينا. الاعصار دوت بيزود بخار المايه في الجو، فبيقوم يعمل مطر في الانلاند كوميونيتيز اللي هي المناطق اللي مش ساحليه، المناطق اللي جوه، فبتبتدي المطره تنزل فتقوم الانهار تفيض وتعمل فيضانات. دوت كان مسار الهوريكين. وبعدين انا عندي الخريطه دي جايه من نوا اللي هي المسؤوله عن الويذر سيرفيسز في امريكا، ودي شكل الانتنسيتي بتاعت المطرز بتاعت المطر اللي موجوده على امريكا ساعه الاعصار ده. دي هيت ماب بتقول لي الانتنسيتي بتاعت المطر يعني بالانش، يعني مثلا اللون البنفسجي اللي هو في الجزء دوت بيقول لي ان حصل 10 انش اوف رين، يعني حوالي 22 سنتي او 25 سنتي مطر في الجزء دوت من امريكا، وبعدين كل ما الكالر مثلا يوصل لليلو فبالتالي حصل 2 انش، لكن اقصى مطر حصل عند الجزء اللي فيه نورث كارولينا وعند المدينه اللي احنا بندرسها. طبعا زي ما انتم شايفين حصل 10 انش اوف رين، فبالتالي دخلنا الموضوع دوت ابتدينا نعمل هيدرولوجيك اناليسز. بس قبل ما نعمل هيدرولوجيك اناليسز ابتدينا شفنا ايه الداتا اللي موجوده. الداتا اللي كانت موجوده عندي هو ستريت جيج. الستريت جيج دوت زي يعتبر مقياس بيتحط على النهر يقول لي النهر دوت حصل فيه ارتفاع ميه قد ايه، ومقابله ديستشارج مشي في الاستريم قد ايه. فبالتالي النهر اللي موجود عندي باللون الازرق دوت انا عندي ستريم جيج في الاب ستريم بتاعه وستريم جيج في الداون ستريم بتاعه، لكن الستريم الصغير اللي موجود هنا او الكريك دوت ما كانش عليه اي ستريمز، وبالتالي كان لازم نعمل هيدرولوجيك اناليسيز عشان نعرف الديستشارج اللي ماشي في الاستريم ده قد ايه. فاستخدمنا الداتا بتاعت المطر اللي جايه من نوا اللي هم ال 10 انش اوف رين اللي كانوا موجودين، بس جبنا الديلي بتاعهم التسرب بتاعهم الديلي. بالمره ديت شكل الديستشارج اللي موجود عند الجيج ده وشكل الديستشارج اللي موجود عند الجيج ده.
على الـ اليمين هنا هنلاقي ارتفاع الميه في الاب ستريم كان واصل في الستريم دوت حوالي 5 متر بديستشارج 100 حوالي 200 متر كيوب بير سكند، وهنا في داون ستريم الميه كان ارتفاعها واصل حوالي 6.5 متر بديستشارج 400 كيوبيك متر كيوب بير سكند. بعد كده ابتدينا نعمل الهيدرولوجيك اناليسيس بتاعتنا، وطبعا الهيدرولوجيك اناليسيس بيبقى فيها فاليديشن وفيريفيكيشن وكلام كتير من هنا. بعد الخطوات ديت ابتدينا وصلنا للديستشارج اللي موجود في الاب ستريم اللي موجود عند الحته اللي ما كانش عندها داتا. بعد كده استخدمنا الداتا اللي طلعناها زي ما قلنا في الاول ان احنا بنطلع الديستشارج اللي موجود في الستريم وبعدين ندخله في حاجه اسمها هيدروديناميك اناليسيس اللي بتقيس لي سرعات الميه اللي موجوده في الستريم قد ايه والفلاد ديبس اللي موجود في كل ستريم قد ايه. زي ما استخدمنا الهيدروجراف اللي هو الديستشارج كباوندري كونديشن عند الاثنين ستريمز دول، وابتدينا عملنا هيدروديناميك اناليسيس، والسيميليشن ده بيوضح شكل الميه وهي بتابروتش الكوميونتي وبتخش جوه السيتي بتاعتي وبتعمل فلادنج. لو لاحظنا هنا هلاقي الليفي اللي هو الحاجز الترابي اشتغل كويس هنا في الجزء ده وحجز الميه، كل المشكله في الجزء اللي هو تقاطع خط السكه الحديد مع الكوبري ابتدى يدخل لنا ميه من الجزء اللي موجود هنا، ودوت اللي واضح عندنا في السيميليشن. لو انت بصيت كده هتلاقي ان الميه ابتدت دخلت من الجزء اللي موجود تحت وغرقت المدينه، يعني الليفي اشتغل كويس جدا بس كل المشكله هو الجزء اللي موجود عندي في الحته دي. الخطوه اللي جايه هوريكم الفيضان الحقيقي اللي حصل فعلا في المدينه دي، بس مش في الهوريكين اللي انا بدرسه، لان انا ساعه دراستي للهوريكين دوت حصل هوريكين بعديها بسنتين اسمه هوريكين فلورنس. ده فيديو بيوضح اللي هو تقاطع الخط السكه الحديد اللي هو دوت مع الكوبري ودخول الفيضانات. في الجزئيه دي المدينه كانت مستعده، ابتدت تعمل حاجز ترابي هنا في الجزء ده وحاجز ترابي هنا، وابتدت تحط ساند باجز شكاير رمل، بس برضو كل الكلام ده ما نفعش والميه اخترقت كل البريكوشنز اللي هم كانوا عاملينها. ديت بس هايلايتس على السيميليشن، وعشان بس يبقى واضح بالنسبه لنا ان الليفي كان شغال كويس والميه كانت محجوزه هنا مع ان ارتفاعها كان عالي، وكل المشكله ان الفيضان دخل من الاندر باس اللي هو ما بين خط السكه الحديد والكوبري، ودي مراحل الفيضان ابتدت عند الفيجر بي وبعد كده فيجر سي وبعد كده فيجر دي، وبعد كده الميه غرقت المدينه بالكامل او الجزء الشمال الجزء الجنوبي من المدينه، لان كل الجزء ده من المدينه كان على ارتفاع عالي والجزء ده من المدينه كان على ارتفاع واطي. نيجي بقى كل اللي فات دوت بنسميه هازارد موديلنج، عملنا موديل للفلود هازارد نفسه. عايزين بقى نعمل موديل للكوميونتي. اغلب الناس، انا عارف الناس اللي موجوده على الكول كلهم ستراكشر انجينيرز، فكلهم لما بييجوا يعملوا موديل بيخشوا على الساب يقوم يعمل فريم اليمنت وشيل اليمنت ويعمل موديل للمبنى. احنا بقى السكيل بتاع الموديلنج اللي موجود عندنا بنعمل موديل للكوميونتي كله. يعني ايه؟ عايزين داتا. لما بنيجي نقول موديل للكوميونتي يعني عايزين داتا عن كل بيلدينج. دلوقتي ما بقاش يهمني تصرف كل بيلدينج سنجل لوحده هيبقى عامل ازاي. بنبتدي نقسم البيلدينجز دي لمجموعه من الاركيتايبس. الاركيتايبس يعني نماذج. يعني اقول ايه؟ انا عارف ان اغلب المباني السكنيه في المدينه اللي انا بدرسها شكلها عامل بالمنظر ده، فاديها نموذج واحد. عارف كل المباني التجاريه هيبقى شكلها بالمنظر ده، فاديها نموذج اثنين، لانهم كلهم بيبقوا نفس النظام الانشائي، كلهم بيبقوا مباني خشب او مباني مسنري، مباني معموله من الطوب. انا عندي المصانع بتبقى مباني معموله من الستيل، فكلها بيبقى ليها نفس الخصائص، فبالتالي بديهم نموذج معين. بس انا عشان ادي المبنى نموذج لازم اجمع الداتا المطلوبه عنه. طيب دلوقتي انا عندي المدينه بتاعتي فيها حوالي 20,000 مبنى، نعمل ايه عشان نجمع الداتا بتاعتها؟ كان في اونلاين جزء من الداتا، بس كان في داتا كتيره ناقصه كان لازم نجمعها. استخدمنا الجوجل ستريت ماب فيو عشان نبص على المباني اللي موجوده في المدينه مبنى مبنى، كل مبنى نبص عليه نبتدي نطلع منه البيلدنج ماتيريال بتاعته، عدد الادوار نمبر اوف ستوريز، البيلدنج اكيوبنسي، اكيوبنسي يعني هل هو مبنى سكني، مبنى تجاري، مبنى صناعي. نفس الكلام البيلدنج يوز،
بيلدينج اركيتايب اللي احنا بنقول عليهم النماذج، لان انا دلوقتي انا حددت ان الكوميونتي بتاعي مكون من 15 نموذج، فوانا بلف على المباني لازم ادي لكل مبنى نموذج، لان انا لو انا خلصت لف على المباني ساعتها مش هقدر اعرف النموذج بتاع المبنى قد ايه. فوانا بلف جوه جوجل ستريت ماب فيو الاقي المبنى مثلا شكله بالمنظر ده، اقوم مديله نموذج واحد. بعد كده بنجمع حاجه اسمها الفاونديشن تايب بتاع المبنى. المباني في امريكا، المباني السكنيه عموما في امريكا، نظامها الانشائي مختلف عن المباني في مصر او الميدل ايست عموما، لان احنا عندنا المباني في مصر بنعملها قواعد منفصله وكلام من ده، لكن هم المباني بتاعتهم مباني خشب، فبالتالي عندهم نوعين من الاساسات، حاجه اسمها كراول سبيس فاونديشن وحاجه اسمها سلاب اون جريد فاونديشن. يعني مثلا ممكن يجي المبنى ده يقوم صابط بلاطه على الارض ويقوم مطلع المبنى بتاعه اللي هو دور واحد، او يقوم يعمل زي قاعده صغيره كده مثلا نص متر في نص متر، ويقوم حاطط فيها العمود الخشب بتاعه ويرفع المبنى بتاعه حوالي متر عن الارض، ويسيب مسافه متر صغيره ما بين اول ما بين الفيرست فلور بتاعه والجراوند اليفيشن، وبيسمي المتر دوت حاجه اسمها الكراول سبيس. طبعا بنجمع حاجه اسمها الفيرست فلور اليفيشن، لان انا لو عندي الفلات حصل هنا بس ما دخلش للمبنى يبقى كده المبنى ما اتاثرش، فبالتالي لازم اعرف الفيرست فلور اليفيشن عشان اعرف قد ايه فلات دخل المبنى. بعد كده بنجمع حاجه اسمها لو هو معاه اتاتشد جراج، بنشوف المبنى الناس مستخدمينه كويس، حاجه اسمها المينتنس ستاتس، يعني هل الناس عملت ريتروفيت للمبنى ولا المبنى حاله قديمه عشان نقدر نقيم سعره. الكلام دوت عملناه لكل المباني اللي في المدينه والمباني اللي حوالين المدينه اللي هي بتستخدم الووتر تريتمنت بلانت وبتستخدم الترانسبورتيشن نتورك بتاعت المدينه. ده بالنسبه لنمذجه الكوميونتي. طيب دوت بس زي شيت ده عشان بس ارجع بس للنقطه دي تاني. الحاجات دي بتتعمل في صوره حاجه اسمها شيف فايل. الشيف فايل دوت نوع من الفايلات بنسيف عليه الداتا زي الاكسل فايل، بيبقى شكله حاجه عامله بالمنظر ده. دي بس جزء صغير من الشيف فايل اللي موجود عندي للمباني لمجموعه معينه من المباني، يعني انا بكلمك بقول لك عندي اكتر من 20,000 مبنى، فدول حوالي 30 مبنى. مثال الشيف فايل ده يحتوي الاكس كوردينيت والواي كوردينيت بتاع كل مبنى، النمبر اوف ستوريز بتاعه، نوع الفاونديشن بنسميها واحد او اثنين على حسب هي سلاب اون جريد ولا كراول سبيس، الاكيبانسي بتاعته، البيلدنج اركيتايب، المساحه بتاعته، مثلا عندي حاجه اسمها هازس اي دي، وكميه كبيره من الداتا. ده حتى ده جزء صغير من الداتا اللي موجود عندي. فبالتالي ده مثال للداتا بتاعت المباني. بعد كده بعد الخطوه بعد ما جمعنا الداتا بتاعت المباني بنبتدي دوت مثلا شكل الكوميونتي بتاعي، ببتدي اقوم اساين ال 15 بيلدنج اركيتايب اللي هم 15 نموذج المباني على المباني اللي موجوده. دي صوره بتوضح لي شكل ال 15 نموذج بتاع المباني. ال 15 دول بيشملوا مبنى دور واحد سكني، مبنى سكني دور واحد، مبنى سكني دور واحد متعدد اليونتس يعني في اربع شقق، مثلا مبنى سكني دورين، مبنى سكني دورين بس برضو متعدد اليونتس، جاس ستيشن، ستريب مول. هنا المولات في امريكا ما بتبقاش في توسع راسي، يعني مثلا مش زي سيت ستارز في مصر مثلا سبع ادوار ولا حاجه، اغلب المولات في امريكا هي دور واحد وبتبقى منتشره بشكل افقي، يعني ما بنطلعش سلالم. فبالتالي دي شكل المول في امريكا، بيبقى شكله حاجه بنسميه ستريب مول. في برضو الاماكن اللي هي الاماكن بتاعه التسوق بتبقى حاجه بالمنظر ده زي ستريب صغير كده ومتقسم شويه محلات. في سوبر شوبينج سنتر زي كارفور، حاجه هنا في امريكا اسمها وولمارت، بيبقى شكله حاجه عامله بالمنظر ده. الكلام ده شمل برضو مدرسه وشمل مستشفى، كوميونتي سنتر زي كنيسه، اوفيس بيلدينج، حوالي 15 بيلدينج اركيتايب ده الشكل بتاعهم. والكالر كود الكالرز اللي موجوده هنا دي بتوضح طبيعه كل مبنى، يعني الاخضر دي على ما اتذكر مباني سكنيه، الاحمر مباني تجاريه وهكذا. ديت عزلنا كل المباني وابتدينا نفوكس بس على المباني اللي موجوده في الفلات بلين، المباني اللي موجوده في المنطقه اللي حصل فيها الفيضان. في المنطقه اللي حصل فيها الفيضان لو بصيت كده هلاقي الكالر كود ماب هنا، اللون اول اربعه اركيتايبز اللي هم لو طلعنا فوق هنا تاني اللي هم الاربعه دول اف 1 واف 2 واف 3 واف 4 اللي هي المباني السكنيه، الجزء ده تجاري،
الجزء ده عبارة عن مدرسة، مستشفى، F13 اللي هي كنيسة. فبالتالي هنا بيقول لي ان انا عندي 518 بيلدينج موجود، موجود في واحد. معلش يا شباب، وبالتالي انا عندي هنا 518 مبنى من اركتايب اللي هو نموذج رقم 1، 1544 من نموذج رقم 2، ودي المباني اللي موجوده في الفلود بلين. بس ده معناه ايه؟ معناه ان في مباني كتيره موجوده هنا، بس انا ما دخلتهاش معايا في الاناليسز لان ما وصلهاش الفيضان. وده تيبل بيوضح اسم كل اركتايب. يعني مثلا اركتايب 1 1 ستوري ريزيدنشال بيلدينج محطوط على كراول سبيس فاونديشن، F2 1 ستوري ريزيدنشال بيلدينج محطوط على سلاب اون جريد فاونديشن. بعد كده ده على مستوى المجتمع. نيجي بقى على مستوى المبنى. انا عايز اعرف تأثر كل مبنى بالفيضان. يعني دلوقتي ايه؟ كل المباني دي اتعرضت للفيضان، بس هل كلها غرقت؟ واحد كده مثلا يجي يقول لي كلها لازم تغرق لانها كلها موجودة في الفيضان. طب مين اللي قال لي؟ طب ما ممكن المبنى ده يكون مرفوع عن الارض 3 متر فبالتالي ما يغرقش. فده بقى نقطة التأثر بالفيضان، يعني المباني دي كلها اتعرضت. نيجي بقى ندرس النقطة اللي بعد كده اللي هي الـ Vulnerability Analysis، تأثر المباني بالفيضان. الميثودز اللي موجودة دلوقتي بتدرس الـ Vulnerability كلها ميثود ديترمينستيك. يعني إيه ديترمينستيك؟ اللي بيحصل إن مثلا تيم من جامعات مختلفة في أمريكا يتشكل، بعد كده يقوموا يروحوا على موقع حصل فيه فيضانات ويروحوا يعدوا على المباني مبنى مبنى، ويبتدوا يقيسوا ارتفاع الميه اللي دخلت المبنى ويقيموا الدامج اللي حصل في المباني دي من بره. فبالتالي يقول لك ايه؟ المبنى ده حصل فيه دامج ستيت واحد او دامج ستيت اتنين. كل دامج ستيت من دول بتعبر عن مستوى معين من الايه؟ من الدامج اللي حصل للمبنى. طيب دلوقتي انا لما اجي اقيم الخسائر بتاعت الفيضان، صعب جدا ان انا اعرف كل مبنى خسر قد ايه من بره. لازم اخش جوه واشوف هل فعلا الحوائط باظت ولا لا، هل الناس اللي جوه مثلا رفعوا الاجهزه زي رفعوا الثلاجات مثلا حطوها على ترابيزه ولا حطوها على بلوكات خشب، الناس مثلا النظام الكهربائي بتاعها، او تعالى كده نمسك النظام بتاع الصرف، لو الناس دي مركبه نون ريتيرن فالف للنظام الصرف بتاعها وحصل فيضان من بره والفيضان دخل على البلعات بتاعه الصرف، الميه مش هترد جوه البيوت لان هم حاطين نون ريتيرن فالف. لكن لو مش محطوط نون ريتيرن فالف، لو الميه ممكن تخش عن طريق المجاري وتقوم مغرقه البيت. نفس الكلام في ناس عازله الكهرباء بتاعه الدور الاول عن الكهرباء بتاعه الدور الثاني، فبالتالي النظام الكهربائي او الالكتريكال سيستم بتاع المبنى يعتبر ما تاثرش بالجزء اللي حصل له فلودنج تحت. طيب ابتدينا بقى عملنا طريقه جديده مبنيه على، مش مبنيه على فيلد ستادي، مبنيه على نيوميريكال اناليسيز، نحدد بيها الفولنربيليتي اناليسيز بتاعه المباني اللي هو تاثر المباني بالفيضانات. وليكن دوت اكزامبل مبنى دور واحد مكون من اوضتين وفي حمامين وفي مطبخ وفي ليفنج روم موجوده هنا. ابتدينا قسمنا المبنى ده لمجموعه من الكومبوننت حوالي 65 كومبوننت، وابتدينا مسكنا كل كومبوننت لوحده. وليكن كاوتش زي دي، انتري زي ده، الانتري دوت لو جه عليه فيضان، لو الفيضان ما عداش ال 10 سنتيمتر بتاع الكعب بتاع الانتري دوت، فبالتالي مش هيبوظ ولا هيحصل له حاجه. لكن اول ما الفيضان دوت يعدي ال 10 سنتيمتر اللي هو الكعب بتاع الانتري، الانتري هيبتدي يغرق ويبوظ. طب هتيجي تقول لي يا باشمهندس، طب ما في انتري موجود من الزيرو، يعني ما ملهوش كعب محطوط على الارض. ابتدينا بقى نعمل طريقه نبروباجيت فيها الانسرتينيتيز اللي هي معاملات الجهاله في الكومبوننتس الموجوده عندي. يعني انا مثلا انا ما اعرفش الانتري دوت مثلا زي مثلا انتري على رجول الخشب، ولا انتري مثلا موجود على الارض، ولا شكله عامل ازاي. فبنقول ان الانتريهات اللي موجوده في الدنيا او موجوده في امريكا اللي بتستخدم في امريكا، السوفت بارت اللي بيتاثر بالفلاد موجود من زيرو لحوالي 20 سنتي او من زيرو ل 15 سنتي. فبالتالي انا عرفت الابر واللور ليميت بتاع التاثر بتاع الانتري ده بالفيضان. استخدمنا الابر واللور ليميت ده ودخلناه، جبنا حاجه اسمها المين والستاندرد ديفيجن، معاملات احصائيه اعرف بيها تاثر الانتري دوت. يعني انا اقدر اقول ان الانتريهات اللي موجوده كلها هتبوظ عند متوسط ارتفاع ميه 10 سم بستاندرد ديفيجن معين 5 سم.
سنتي مثلا، اللي هو ايه؟ يعني ممكن يبقى 20 سنتي وممكن يبقى 10 سنتي او ممكن يبقى 5 سنتي. تمام؟ عشان اقرب بس المثال، انا عارف الناس اغلب الناس اللي موجوده هنا الباك جراوند بتاعتها في الاحصاء والكلام دوت ممكن ما تبقاش قويه. احنا لما بنيجي ندرس الاحمال على الموجوده على الكاميرات، بنيجي نقوم ادي للطالب اللي هو في سنه اولى مدني، اقول انا عندي كاميرا الاسبان بتاعها 10 متر ومحطوط عليها لود 10 طن. طيب انا مين اللي قال لي ان اللود ده موجود 10 طن؟ هتقول لي يا باشمهندس ده انا عندي دوت دي كرين تراك جيردر ماشي عليها 10 طن. لا، طب ما هو ممكن ال 10 طن دي تبقى 9، ممكن تبقى 8، ممكن تبقى 11، ممكن تبقى 12، فبالتالي في جهاله في قيمه الحمل اللي موجود. فلما بنيجي ندرس الكاميرات بصوره بروبابلستيك، بصوره احتماليه، بقول ان الكاميرا دي مش هيجي عليها 10 طن، هيجي عليها حمل متوسطه 10 طن بستاندرد ديفيجن 2 طن، يعني ممكن يبقى 12 وممكن يبقى 8. وابتدي احلل الكاميرا واطلع ستريننج اكشن. هتيجي تقول لي يا باشمهندس او يا دكتور طب الرياكشن اللي هيطلع ده هيبقى عندي كام؟ 5 و5؟ هقول لك برضو الرياكشن اللي هيطلع دوت رقم احتمالي متوسطه مثلا 5، والانحراف المعياري بتاعه 1 او 2 طن، يعني ممكن يبقى 4 وممكن يبقى 3. ودي الفاكتورز اللي اتحسب عليها الفاكتورز بتاعت الاحمال الميته، اللي هو بنقول 1.4 الديد و1.6 اللايف. دي اتحسبت نتيجه نموذج احصائي او نموذج احتمالي. نفس الكلام طب طبقناه على الكومبوننتس اللي موجوده هنا في المبنى. الكومبوننتس دي بتشمل مثلا التي في ماونت، الدريسر، البيدروم، الكاونترز، الابلاينسز، كل الكلام دوت شفنا التاثر بتاعه في الفيضان. وده مثال اكسل شيت بيوضح لي كل كومبوننت. يعني مثلا المبنى اللي انا بعرضه دلوقتي حوالي 65 كومبوننت. شفنا المينيمم التاثر بتاعه مش بس فلاد ديبس، جبنا كمان الفلاد ديوريشن. يعني مثلا لو انا عندي كاوتش زي ديت وجا عليها ميه، الفلاد ديوريشن بتاعها من زيرو لساعه، يعني هي من زيرو لساعه حصل لها دامج. لكن لو انا عندي دريسر زي دوت معمول من بيور وود، من خشب طبيعي، فبالتالي الخشب ده اقدر اسيبه في الشمس وينشف، فبالتالي الديوريشن بتاعه يبقى اكتر، فبالتالي مديله وقت مثلا من مثلا 24 ساعه ل 72 ساعه. لكن ده لو معمول من خشب حبيبي اللي هو اسمه البارتيكل وود، في الخشب الحبيبي ده بيقعد من حوالي من ساعتين مثلا ل 10 ساعات وممكن يبوظ. فبالتالي ابتدينا نشوف الكلام دوت بالنسبه للفلاد ديبس والفلاد ديوريشن، ودوت التيبل اللي بيوضح الداتا اللي موجوده عندي، اللي هو المينيمم والماكسيمم فلاد ديبس بتاع كل كومبوننت، ومنها طلعنا المين والستاندرد ديفيجن. بعد كده نفس الكلام المينيمم والماكسيمم بتاع الووتر ديوريشن. الخطوه اللي بعد كده، ودي خطوه مهمه جدا، ابتدينا قسمنا محتويات المبنى ده لمجموعه من اللي بنسميها الستيتس او الدامج ستيتس. يعني لو انا عندي المبنى دوت في مثلا الارضيه بتاعته والسجاده والكلام دوت اديناها دامج ستيت واحد. يعني ايه دامج ستيت واحد؟ تعال نشوف الصوره دي عشان نعرف يعني ايه دامج ستيت. دامج ستيت زيرو يعني مفيش ميه دخلت المبنى، الميه بس كانت من بره المبنى، وممكن دخلت جوه الحته اللي بنسميها كراول سبيس اللي موجود تحت المبنى. دامج ستيت 1، الميه دخلت المبنى، ممكن نقول بوظت الكاربت، بوظت الفلورينج، السجاده والارضيه، لكن ما بوظتش الابلاينسز اللي هم الاجهزه الكهربائيه، الغساله والثلاجه والبوتاجاز، ما بوظتش المكتبه. لو انا بصيت كده هلاقي شكل الميه، ما وصلش حتى للكاوتش اللي موجوده هنا. دامج ستيت 2، لو انا بصيت كده شايف الميه كده تلاقيها حوالي 80 سنتي، بوظت الاجهزه، بوظت الفرنتشر، بوظت لو في هنا حائط جبسي هتبوظه، كل الكلام ده بوظته. دامج ستيت 3، ده معناها ان الميه عدت حوالي 2 متر ووصلت فوق عند الشبابيك وبوظت طبعا. لو انا عندي مثلا مطبخ ليه جزء علوي هتبوظه، عندي اي حاجه موجوده في العالي هتبوظها. دامج ستيت 4، ده معناها المبنى اتدمر تماما، الميه غرقته من اوله لاخره، وفي احتماليه ان يحصل فيه ستراكشر دامج، ان المبنى الفاونديشن بتاعه ممكن تترحل، حصل ساتوريشن للسويل، فبالتالي يحصل ديسبيسمنت للفاونديشن وكده. طب واحد يجي يسالني يقول لي طب على اي اساس انا صنفت الدامج ستيت 0 دي؟ صممناها زي كده ما موجود دلوقتي. احنا لما بنيجي نصمم في الزلازل بنصمم على ريزيستنس، المقاومه.
في تصميم على البرفورمانس اللي هو اسمه البرفورمانس بيس ديزاين، يعني انا هصمم المبنى بحيث ان هو يحقق برفورمانس معينه اثناء الزلازل. نفس الكلام ده احنا بنعمل انترودكشن لبرفورمانس بيس ديزاين للمباني موجوده في الفيضانات، بمعنى المبنى الدامج ستيت زيرو دوت البرفورمانس بتاعه هيبقى زي الفل، بس اول ما الميه دي تنشف هنشغل المبنى والمبنى هيبقى زي الفل. لكن دامج ستيت 1 البرفورمانس بتاعه هيبقى اقل سنه، لان انا دلوقتي هحتاج ان انا اغير السجاده، لو الارضيه باظت هحتاج اغيرها. نفس الكلام دامج ستيت 2 نوع تاني من البرفورمانس، المبنى ده ما ينفعش يتقعد فيه، ما ينفعش اسكن فيه، لازم المبنى دوت الابلاينسز دي تترمي والجاب ابلاينسز جديده، الجبسن بورد يتغير، الارضيه تتغير، العفش يتغير وهكذا. دامج ستيت 3 ده دامج خطير جدا، ما ينفعش اقرب من المبنى لانه مش هيبقى سيف، ونفس الكلام لان الميه ممكن تكون بوشت الحيطان فتقع فتاثر على النظام الانشائي، ممكن يكون حصل ساتوريشن للسويل او احتمال يكون حصل للساتوريشن للسويل ففاونديشن تهبط. دامج ستيت 4 ما ينفعش اقرب اصلا للمبنى. طبعا انت هتيجي تقول لي طب ما في ناس واقفه على المبنى ده اثناء الفيضان، ناس طلعت من المبنى ووقفت عليه مستنيه حد يجي ينقذها. ده كده اكزامبل بسيط بيقول لي الدامج ستيت وكل الديسكريبشن بتاعها، يعني دامج ستيت 0 المبنى اوبريشنال، immediate occupancy، دامج ستيت 2 ان اوكيبايد يعني ما ينفعش اسكنه، لايف سيفتي يعني المبنى ممكن يكون خطر على حياه البني ادمين اللي فيه، وده الكولابس بريفنشن يعني المبنى ممكن ينهار في اي وقت، ودي نسبه الخسائر المتوقعه للمبنى لكل دامج ستيت منها. طيب دلوقتي بس عشان الناس تبقى معايا في الصوره، احنا مشينا من الهازرد ورحنا للمجتمع ومن المجتمع رحنا للمبنى. عشان نطور طريقه للحساب الخسائر زي ما قلت لك ابتدينا مسكنا كل كومبوننت وشفنا الديستريبيوشن بتاع الريزيستنس بتاعها للفلاد قد ايه، وعملنا بروباجيشن للانسرتينيتي، وطلعنا حاجه اسمها فلاد فراجيليتي لوسز اند فلاد فراجيليتي كيرفز هنتكلم فيهم بالتفصيل دلوقتي. وليكن ده اكزامبل من المباني اللي هنستعرضها دلوقتي اللي انا بينت فيه المحتويات بتاعته من شويه. نفس الكلام ده مبنى تو ستوري، مبنى دورين، ده مبنى دورين بس متعدد الوحدات حوالي 12 يونت، ودي محطه بنزين، كنيسه، سوبر شوبينج سنتر، ستريب مول، مدرسه، والمدرسه كان فيه 1 ستوري و2 ستوري، لان هنا المدارس في امريكا متقسمه اليمنتري وميدل وهاي سكول. الهاي سكول غالبا بتبقى حوالي دورين، الاليمنتري بتبقى دور عشان بيبقى فيها اطفال فما بيطلعوهاش سلالم وكده. دي كان نموذج دورين لمستشفى، ودوت نموذج لمبنى اوفيس بيلدينجز. نيجي بعد كده للطريقه اللي استخدمناها عشان نطلع كيرف يقول لنا المبنى ده لو دخل فيه ميه بارتفاع قد ايه هيحصل فيها اللوسز قد كذا. اول كيرف موجود عندي دوت زي ما قلت لك احنا جبنا داتا لكومبوننت كومبوننت، يعني element element عنصر عنصر، وابتدينا نشوف له البروبابيليتي اوف فيلير بتاعته. زي ما قلت لك ان احنا مثلا لو بتكلم على كنبه قلت لك ان ممكن يحصل لها دامج من 10 سم ل 20 سم، فبالتالي بنعمل حاجه نموذج احتمالي، ما بقولش الخسائر هتبقى قيمتها كذا، بقول مثلا عند ارتفاع 1 متر ومطلع في الكيرف احتمال ان انا اخسر الكومبوننت ده 30%. هتقول لي يا باشمهندس ليه ما يبقاش رقم ثابت، يعني يا خسرته يا ما خسرتوش؟ لان انا فعلا ما اعرفش الكومبوننت دي شكلها عامل ازاي، ما اعرفش. يعني تعال ناخد اقرب مثال التلفزيون، لو دخلت كل بيت في مصر هلاقي كل تلفزيون على ارتفاع معين، اللي رفع التلفزيون على الحيطه، اللي حطه على ترابيزه صغيره، اللي حطه على ترابيزه عاليه، فبالتالي في انسرتينيتي، في جهاله في مكان التلفزيون. فبالتالي ابتدينا قلنا ان التلفزيون ده مكانه هيبقى من 60 سم لمتر ونص، ولو انا داخل محل تجاري التلفزيون ده ساعات بيبقى محطوط اليفيتد على ارتفاع 3 متر، لكن انا لو في مبنى سكني من متر او من مثلا 60 سم لحد متر ونص. فبالتالي التي في دوت وليكن انا بتكلم هنا بنعمل حاجه اسمها بنعمل سامبلنج بالمين والستاندرد ديفيجن، اطلع 1000 سامبل، كل سامبل بيبقى لها ارتفاع تلفزيون معين. فكده انا عملت ايه؟ عملت راندوم سامبل عينات كتيره قوي من التلفزيونات، يعني انا كده عملت سيميليشن قلت انا هطلع 1000 ارتفاع للتلفزيون. طب وال1000 ارتفاع دول مبنيين على ايه؟ مبنيين على المتوسط والانحراف المعياري اللي انا اديتهم له،
وبالتالي بطلع نموذج احتمالي واقدر اقول البروبابيليتي ان يحصل دامج للتلفزيون ده 50% عند ارتفاع متر، لكن عند ارتفاع متر ونص البروبابيليتي ان يحصل دامج للتلفزيون ده 100%. ليه؟ لان انا لما قلت ان اقصى ارتفاع للتلفزيون ده متر ونص، يبقى اذا انا مش هلاقي اي سامبل اعلى من المتر ونص، فبالتالي الاحتماليه 100%. لكن انا لما اقول مثلا متر، فبالتالي دي حاجه وسط، فبالتالي تبقى احتماليتها 50%. طب ده على مستوى الكومبوننت. طب نيجي بقى على مستوى البيلدينج، ابتدينا نشوف مجموعه الكومبوننتس اللي بتشكل كل دامج ستيتمنت دول. يعني انا لو طلعت فوق شويه على التيبل اللي انا كنت حاطه هنا دوت، مجموعه الكومبوننتس اللي هم موجودين هنا اللي هم الاثنين دول هم دامج ستيت 1. لو حد فيهم حصل له دامج، يبقى اذا المبنى ده عدى البرفورمانس ليفل بتاع دامج ستيت 1. طيب المجموعه دول اللي هم بالكلر الغامق الاغمق شويه دول، لو حصل لاي واحد فيهم دامج، يبقى انا عديت دامج ستيت 2. المجموعه دي اللي هي مثلا وليكن حصل مثلا للتي في دامج، حصل للحيطه دامج، دي بنسميها دامج ستيت 3. لو اي واحد فيهم حصل له دامج، فبالتالي انا عديت البرفورمانس ليفل بتاع دامج ستيت 3. دامج ستيت 4 دوت ريزيرفد للاستراكشر سيستم بس، يعني لو المبنى الفاونديشن بتاعه اتحركت، حصل فيلير للحوائط بتاعته اللي هي سواء كانت طوب او سواء كانت خشب، فبالتالي كده المبنى هينهار، فكده ده دامج ستيت 4. وعملنا اسامبشن ظريف جدا، قلنا ايه؟ قلنا عشان دامج ستيت معينه نبقى فيها، لازم كل الكومبوننت اللي موجوده في الدامج ستيت اللي قبلها يحصل لها انهيار. بمعنى انا عشان ابقى في دامج ستيت 2، ما ينفعش يبقى كومبوننت لسه شغاله في دامج ستيت 1. وعلى هذا الاساس طلعنا بالفايف دامج ستيت اللي موجودين عندنا دول. فبالتالي الكيرف اللي موجود هنا اللي معروف علميا او في المجال بتاعنا اسمه الفراجيليتي كيرف، بيديني احتماليه ان المبنى يعدي الدامج ستيت دي. الكيرفات دي مهمه جدا في ايه؟ دي اللي بتتحكم في الديسيجن بتاع الناس اللي ساكنه في المبنى. يعني ايه؟ يعني واحد يجي يقول انا لو المبنى بتاعي جاله احتماليه 50% دامج ستيت 3، وفعلا المبنى عدى دامج ستيت 3، يبقى انا كده ايه، اهد المبنى واعمله من جديد. واحد يقول لا، ده انا المبنى بتاعي الاساسات بتاعته كويسه والاستراكشر سيستم بتاعه كويس وشغال زي الفل، فبالتالي لا انا هصلحه، فبالتالي يبتدي يدرس الاوبشنز اللي موجوده عنده اعتمادا على احتماليه وصول كل دامج ستيت من دول. ونفس الكلام طلعنا لوس كيرف مبني على الدامج ستيت اللي موجوده دي. بمعنى اللوس كيرف ده ظريف جدا، بتطلع عند مثلا فلات ديبس 1 متر هنا، يقول لك المبنى ده خسر حوالي هنا الرقم ده مضروب في 10 اس 5 وباليو اس دولار، يعني المبنى ده خسر حوالي 100,000 دولار لما جاله فلات ديبس 1 متر. طب لما جاله فلات ديبس 2 متر، المبنى ده خسر مثلا 120,000 دولار. طب لو جاله فلات ديبس 6 متر، المبنى ده خسر 200,000 دولار، وهكذا. فالكيرفات ديت بتديني بصوره ما الدامج ستيت، وبتديني الخسائر بالنسبه لي بالنسبه لي سعر المبنى في السوق قد ايه. طيب ده بالنسبه لي الفلات ديبس بس. طب افرض انا عايز ادخل معايا الفلات ديوريشن، هتقول لي امال انت طلعت الدامج دي على اساس ايه؟ انا طلعت الدامج اللي موجوده هنا دي على اساس لو الميه لمست الكومبوننت دي، الكومبوننت دي حصل لها دامج. طيب انا بقى في الجزء اللي بعد كده هبتدي اقوم مدخل الفلات ديوريشن، بمعنى ان لازم الكومبوننت دي تتلمس بالميه عند الارتفاع دوت اللي هو 1 متر لمده زمنيه من 2 ل 10 ساعات عشان يحصل لها دامج. فكده ده بنسميه مالتي فاريت موديل. ليه؟ لان دخلت معايا فلات ديبس وفلات ديوريشن. ده بس بسرعه، دي شكل الفراجيليتي كيرفز بتاعه ال 15 نموذج اللي موجودين عندنا. كل كلر من دول بيمثل نموذج لمبنى، وكل كيرف من دول بيمثل دامج ستيت معينه. ودي اللوس كيرفز اللي مبنيه على الدامج ستيت دي، يعني دول الـ بنسميها ستيج دامج فانكشن او دامج فانكشن، اللي هو ايه؟ بخش بالفلات ديبس واقوم مطلع التوتال بيلدينج لوس كبرسنتج من سعر المبنى. نيجي بعد كده الجزء اللي احنا اتكلمنا فيه دلوقتي، اللي هو ان انا ادخل معايا الفلات ديوريشن. الكيرفات دي كيرفات مهمه جدا، او سيرفس مهمه جدا. ليه؟ ده بيقول لي عند فلات ديبس معين وعند فلات ديوريشن معين هيبقى عندك probability او failure probability للكومبوننت دي قد ايه.
او نفس الكلام على الفراجيليتي، لان انا دلوقتي مش عايز الناس تتلخبط. كومبوننت يعني عنصر في مبنى، ممكن يكون التلفزيون، ممكن يكون الكاوتش، ممكن يكون اي حاجه. لكن لما باجي هنا دوت المبنى كله، الدامج، التوتال دامج بتاع المبنى، والتوتال دامج بتاع المبنى ده جاي من الدامج بتاع الكومبوننتس. فبالتالي هنا لما اخش بفلاد ديبس معين وفلاد ديوريشن معين، هطلع جوه اي سيرفس من دول واعرف احتماليه ان المبنى يعدي كل دامج ستيت قد ايه. بعد كده نفس الكلام، لوس كيرف هنا دوت نموذج احتمالي، لكن ده مش نموذج احتمالي، دوت رقم بيديك رقم ابسوليوت، يعني ما يقولكش probability، ده يقول لك لو انت عندك فلاد ديبس قد كذا وفلاد ديوريشن قد كذا، انت هيحصل عندك خسائر قد ايه باليو اس دولار. الكلام دوت ان شاء الله، لان المشروع اللي احنا شغالين عليه المفروض ندخل الكلام ده جوه برنامج، والبرنامج دوت هتبقى تول يستخدمها الستيك هولدرز اللي هم الناس بتوع التخطيط، وعلى اساسها يخططوا ايه هي البريكوشنز او ايه هي التدابير اللي ياخدوها عشان الفيضانات. المفروض ان احنا طورنا الجوريثم ياخد الفلاد هازارد ماب مع الكوميونتي موديل مع الفولنربيليتي موديل بتاع ال 15 نموذج اللي موجودين عندنا، ويخلطهم مع بعض ويعرف كل مبنى خسائره قد ايه، ويطلعها في صوره كلر كودد ماب. الكلر كودد ماب دي عشان تبقى واضحه اكتر، عندك هنا مثلا ده الماب، دي المدينه اللي انا شغال عليها. كل كلر من دول بيوضح خسائر مبنى، يعني المباني اللي باللون الاحمر دي خسرت من 0 ل 25000 دولار، المباني اللي باللون البرتقاني خسرت مثلا من 25000 دولار ل 50000 دولار، المباني اللي باللون الازرق ودول قليلين جدا خسروا من 200 ل 400000 دولار. ودي ده شكل نموذج الفيضان اللي حصل، ودوت زوم على الجزئيه دي من المباني اللي حصل لها فيضانات. عشان الصوره تبقى واضحه اكتر، دي برضو المباني بالنسبه للدامج ستيت، يعني انا عملت زوم ان على الجزء دوت على الحته دي بس، وبعدين شفنا بقى كل مبنى الدامج ستيت بتاعته قد ايه. يعني المباني اللي باللون اللبني كلها دامج ستيت 2. يعني ايه دامج ستيت 2؟ لو انت بصيت فوق هتلاقي المايه حوالي 80 سم او 70 سم جوه البيت، يعني المباني دي صعب ان حد يسكنها، محتاجه انها تتصلح. المباني اللي هي باللون الاصفر اللي هو دامج ستيت 1، والمباني اللي هي باللون الاحمر دي مباني دامج ستيت 0، يعني تقريبا ما حصلهاش اي دامج. في عندك مباني كده باللون الازرق، مباني صغيره جدا زي المبنى ده والمبنى ده والمبنى ده، دي دامج ستيت 3 وجالها فلاد ديبس عالي جدا. وهنا دي خريطه بتوضح لي اللوسز بتاعت كل مبنى من دول كنسبه من سعر المبنى في السوق. دي كان اول جزء من البرزنتيشن. الجزء الثاني من البرزنتيشن، ازاي اعمل ميتيجيشن للمباني دي. طيب دلوقتي احنا عندنا كذا نوع من الداتا، عندنا داتا على مستوى الكوميونتي اللي هي الفلاد هازارد ماب، وعندنا داتا على مستوى البيلدينج اللي احنا في لفينا في جوجل ستريت ماب فيو وجمعناهم بيلدينج بيلدينج، وداتا على مستوى الكومبوننت اللي موجود جوه كل بيلدينج، الكاوتش، التي في، الابلاينسز، الفرنتشر، الاستراكشر سيستم، الفاونديشن. فبالتالي عندي ليفلز كتيره من الكومبوننتس، فلازم الكلام ده يخش جوه داتا اناليسز بلاك بوكس، يعني بلاك بوكس يعمل داتا اناليسز للكلام ده، وبيطلع عندنا نتائج على مستوى الكومبوننت، كل كومبوننت حصل فيه دامج قد ايه، ونتائج على مستوى البيلدينج، كل بيلدينج حصل فيه دامج قد ايه، ونتائج على مستوى الكوميونتي، الكوميونتي كله شكل الدامج فيه عامل ازاي، زي الماب اللي احنا شفناها فوق كده. نفس الكلام في الميتيجيشن، احنا عندنا ميتيجيشن على مستوى الكومبوننت، وميتيجيشن على مستوى البيلدينج، وميتيجيشن على مستوى الكوميونتي. يعني في تدابير اللي موجودين في البيت بياخدوها، يعني انا لو عارف ان في فيضان جاي وداخل عليا في البيت اقدر اعمل ايه؟ لو انا عندي تي في غالي اقدر ارفع مكانه احطه في الدور الثاني، ارفعه لمكان عالي. لو انا مثلا قبل الفيضان وبعمل ريتروفيت للمبنى بدعمه او برفع كفاءته، فبالتالي ممكن اغير اماكن حاجات ممكن تتدمر، زي مثلا لو عندي اي سي يونت موجود بره البيت ارفعه على مستوى عالي. لو انا عندي ضغطات موجوده في الارض اقوم ارفعها تبقى موجوده في الحيطه، مش في السقف اقصد. فكل دي تدابير ممكن تتاخد على مستوى الكومبوننت. نفس الكلام في تدابير ممكن تتاخد على مستوى البيلدنج. يعني الناس بتعمل ايه؟ في الناس بتملى شكاير رمل وتحوط بيها المبنى بتاعها، وتقوم حاطه شيتس من البولي ايثيلين وتقوم محوطه بيه المبنى عشان ما تدخلش ميه. الكلام دوت بيتعمل بحاجات سوفيستيكيتد، حاجه اسمها بلادر دام،
زي حاجه بالمنظر ده، دوت مبنى من المباني اللي جالها فيضان، مبنى تجاري، وحطت حواليها حاجه اسمها بلادر دام، حاجز، والحاجز ده حاجز الميه. فده تدابير على مستوى المبنى. ممكن استخدم ووتر بامب عشان لو انا عندي اختراق للميه جوه المباني اقدر اقوم مشغل البامب تقوم مطلع الميه دي بسرعه، فبالتالي اقوم مقلل الديوريشن والفلاد ديبس اللي دخل جوه المبنى. في تدابير بتتاخد على مستوى الكوميونتي، زي ان انا ابني حائط ترابي زي اللي شفناه في الاول، او احط بامب سيستم في مكان معين بحيث ان انا اخد الميه من مكان اوديها لمكان تاني. الجزء اللي احنا شفناه اللي هو دخل الميه للمدينه بتاعتي في الجزء اللي تحت الكوبري عند التقاطع بتاع خط السكه الحديد والكوبري، المدينه اللي تحت الدراسه دي بتدرس انها تعمل فلاد جيت في الجزء دوت وتفتحه لما الخط السكه الحديد يعدي وتقفله لما يكون في فيضانات. فبالتالي في زي ما احنا ما عملنا اناليسز على مستوى الكومبوننت والبيلدينج والكوميونتي، الاناليسز ده ساعدنا ان احنا ناخد جميع التدابير اللي ممكن تتعمل على مستوى الكومبوننت والبيلدينج والكوميونتي. فبالتالي بصوره بسيطه، لو انا عندي ده فراجيليتي كيرف، المبنى مش محطوط حواليه حاجز، لو انا حطيت حواليه حاجز ارتفاعه متر، فالمبنى مش هيجي له ميه طول المتر دوت، فكل خسائره هتبقى زيرو. لكن اول ما الميه تعدي ارتفاع المتر تبتدي الخسائر تحصل، وينط من النو دامج لدامج ستيت 2 على طول، لان الميه عدت الواحد متر، وينط من زيرو خسائر لحوالي 50% خسائر، لان ايه؟ الميه مش هتنزل انش او اتنين، لا الميه هتعمل فلاش اواي ويقوم يدخل الميه بارتفاعها كامل جوه المبنى. نفس الكلام درسنا لو احنا قللنا، لو احنا استخدمنا بامب وقللنا الفلاد ديوريشن اللي موجوده جوه المبنى. لو انا دوت عندي الفلاد لوس سيرفيس بتاع الفلاد لوس سيرفيس بتاع المبنى، لو انا قسمته لشرايح كل شريحه عند تايم معين، لو انا عندي عند يوم، عند اثنين، عند ثلاثه، عند اربعه، هلاحظ ان 100% من خسائر عند 10 ايام. يعني لو انا حصل فيضان والميه قعدت 10 ايام، انا كده خسرت المبنى بالانشائي بكل حاجه موجوده فيه، لان حتى لو الميه مش هتاثر على الاستراكشر سيستم، ممكن يحصل ساتوريشن للسويل والفاونديشن تهبط ويبقى المبنى غير امن. نفس الكلام لو انا قللت، قدرت اقلل الفلاد ديوريشن ل 48 ساعه، يعني من 10 ايام لحوالي يومين، اقدر انزل بالخسائر حوالي 50% ومش هخسر الانشائي بتاع المبنى. ده بالنسبة لو أنا قللت الفلاد ديوريشن باستخدام بامبس. طيب افرض أنا رفعت الكومبوننتس، الكريتيكال كومبوننتس اللي موجودة عندي، بمعنى في حاجة هنا في أمريكا اسمها ريزيليانت كونستراكشن، إن أنا أبني كونستراكشن يكون بنسميه إيه؟ ريزيليانت، يعني يقدر يستعيد كفاءته بعد ما يحصل له دامج، بمعنى ان انا لو بنيت المبنى الحوائط بتاعتي كلها فلاد ريزيستنت، والدور اللي هو الباب بتاعي فلاد ريزيستنت، فبالتالي الميه مش هتقدر تخش. طب افرض المباني الحوائط مش فلاد ريزيستنس والدور مش فلاد ريزيستنت، هبتدي ارفع المحتويات اللي موجوده جوه المبنى. يعني انا مثلا لو عندي ثلاجه وغساله اقوم ارفعها على ستيب، على سلمه معينه او درجه معينه، انا عارف ان انا في منطقه فيها فيضانات، فبالتالي لازم ارفع محتويات المبنى، ارفع السخان مثلا، ارفع مثلا المطبخ بتاعي يبقى على رجول ما يبقاش على الارض، وهكذا. كل دي تدابير معينه. هتيجي تقول لي هي مش هتاثر كتير، مش هتاثر كتير، بس تقدر تسيف معاك حاجات. بمعنى يعني احنا مثلا اختبرنا ان احنا لو استخدمنا قللنا الفلاد ديوريشن ورفعنا محتويات المبنى، ودي كانت النتيجه لو احنا عملنا الاثنين مع بعض. الكيرف الازرق بيوريني لو انا قللت الفلاد ديوريشن ليوم واحد، والكيرف الاحمر لو انا قللته ليوم واحد ورفعت عدد معين من محتويات المبنى. ونفس الكلام لو انا قللت الفلاد ديوريشن ليومين ورفعت نفس المحتويات، فبالتالي انا عند ارتفاع معين من الفلاد وعند ديوريشن معينه اقدر اسيف حوالي 10% من قيمه الخسائر اللي موجوده عندي. بس لو الفيضان بتاعي عالي جدا، يعني افرض انا جالي فيضان 7 متر، المبنى كله هيتغرق، فبالتالي التدابير دي مش هتنفعني بحاجه بعد 3 متر، لان المبنى كله اوريدي هيتغرق، فبالتالي كل التدابير اللي انا خدتها هتقوم تتغرق، يعني التلفزيون اللي رفعته عند ال 3 متر هيتغرق، وهكذا. فبالتالي التدابير دي كويسه جدا في المنطقه دي اللي هي من حوالي متر مثلا، او من زيرو لحد 2 متر او 1.5 متر. طيب دي بالنسبه للتدابير اللي هي على مستوى المبنى. نيجي
عملنا كومبينيشن ما بينها، بمعنى عملنا شوية سيناريوز، بمعنى ارتفاع الحاجز اللي موجود حوالين المبنى ده، لو هو 20 سم، لو هو 40 سم، لو هو 50 سم، لو هو متر، الخسائر هتقل بمقدار قد ايه؟ نفس الكلام الفلاد ديوريشن، لو انا قللتها 10 ايام 8 ايام يومين، ايه اللي هيحصل؟ لو انا رفعت الكومبوننت وقللت الديوريشن مع بعض، ايه اللي هيحصل؟ فالسيناريوز دول من واحد لخمسه بيوروني الخسائر اللي انا الوفره اللي انا هوفرها في الخسائر اللي هتحصل نتيجه للفيضان. الخسائر كانت في المدينه اللي انا درستها حوالي 137 مليون دولار، لكن لو انا استخدمت حاجز لاغلب المباني اللي موجوده في الفلات بلين ارتفاعه 20 سم، الخسائر دي هتقل 135. طب لو الحاجز ده متر، الخسائر دي هتقل 84 مليون دولار. طب لو انا قللت الفلات ديوريشن من 10 ايام ليوم، الخسائر دي كانت هتقل 69 مليون دولار. طب انا لو كنت قللت الفلاد ديوريشن ورفعت محتويات المبنى، الخسائر دي كانت هتقل 54 مليون دولار. الكيرفات دي بتوريني الفلاد لوسز بير مليون دولار مع كل ميتيجيشن. يعني الازرق ده اول واحد اللي هو ده شكل الخسائر قلت عامله ازاي من اول 135 ل 84. الاحمر تاني واحد، الخسائر قلت من حوالي 100 135 لحد الرقم اللي هو 69. طب افرض انا حطيت الاثنين دول، استخدمت فلاد ديوريشن وبومبس، الخسائر هتقل من 120 اللي هو الكيرف الاخضر هنا لحد ما ينزل تحت هنا. طب افرض استخدمتهم كلهم مجتمعين، الخسائر هتبقى على الكيرف البنفسجي اللي هو موجود هنا. بندرس حاليا تكلفة ان انا اعمل الميتيجيشن ميجرز دي ونقوم ندخلها في اوبتمايزيشن، فبالتالي هيبقى عندي واي اكسس تاني في كوست ويبقى في كيرفات هنا ونعمل اوبتمايزيشن اناليسيس. برضو عملنا تحليل الخسائر على مستوى المجتمع، وبالتالي درسنا لو احنا عملنا فلاد جيت في المنطقه دي، يعني لو انا بصيت هنا على الفيجرز، لو انا عملت بلوكينج للجزء اللي هو تقاطع الخط السكه الحديد مع الكوبري، اي نعم الميه مش هتخش من الحته دي، بس الميه هتفضل تتحجز زي الخزان ورا الجيت دي او ورا الحاجز ده لحد ما ترتفع وتعدي الطريق وتقوم تعمل فلادنج من الايه، من الاجزاء اللي على يمين وشمال الجيت. فبالتالي كان لازم مع الجيت ندرس حل تاني، هو ان احنا نعمل انهانسمنت للامبانكمنت بتاع الطرق اللي موجوده حوالين الفلاد بلين. فدي شكل الطريق، ده قطاع البروفايل بتاع الطريق شكله عامل ازاي في الجزء دوت، ولازم لو احنا عايزين الفلاد ما يخشش من هنا لازم منسوب الطريق يبقى على الجزء ده، ودوت سيكشن بروفايل هنا عند الجزء ده، وده بروفايل موجود عند الجزء دوت، وده المقترح لارتفاع الامبانكمنت بتاع الطريق. فبالتالي بالمقترح بتاع ارتفاع الطريق الجديد قدرت احمي حوالي 1900 مبنى من الفيضان في الجزء ده. برضو لسه الكوست اناليسيس بتاع الكلام دوت عشان نحسب، لان انا ممكن عشان اعمل الكلام دوت يكلفني اكتر من سعر المباني اللي موجوده هنا، فبالتالي لازم نبص على حلول تانيه، بس ده حل من الحلول المطروحه. حل تاني ان انا اعمل ريتينشن بوند او بنسميه مخر سيل، بحيث ان الميه لو زادت عن ارتفاع معين تبتدي تخش وتملى البحيره اللي احنا هنعملها. هنا ابتدينا عملنا انفستيجيشن لاماكن مختلفه للبحيره، يعني هنا وهنا، جزء هنا في النص وجزء هنا في الاب ستريم، وارتفاعات مختلفه وسايز مختلف وهكذا، وابتدينا نطلع فلاد هازارد ماب جديده، وابتدينا ندرس تسعيرها، بس طبعا تسعيرها طلع غالي، فبالتالي ممكن نشوف حلول تانية، بس دي برضو واحدة من الحلول المطروحة. في حل تاني مطروح ان هم يغيروا مسار النهر، فبرضو ده حل من الحلول المطروحة ان هم يقللوا الهازرد اللي موجود على المنطقة. واحد تاني من الحلول اللي ناويين ندرسها ان احنا لو رفعنا المباني اللي جالها ارتفاع فيضانات اكتر من 3 متر، عملنا لها increase the elevation بالمنظر ده، او اشتريناها وشلناها من الفلاد بلين. يعني ايه؟ يعني الدولة تشتريها من الناس او تديهم مباني تانية مكان المباني اللي موجودة ديت، لان ممكن يكون سعر رفعها اغلى من سعرها. فدي برضو حاجة للفيوتشر ريسيرش. ناويين ان شاء الله في الفيوتشر ريسيرش ان احنا نكمباين داتا الفيزيكال دامج اللي معانا مع السوشيال انفورميشن والايكونوميك انفورميشن، ونعمل حاجة اسمها ريكفري موديل للكوميونتي. يعني
باستخدام الداتا بتاعت الدامج اللي موجوده عندنا هنشوف الدامج ستيت بتاعت المبنى مع السوشيال فابريك بتاع الكوميونتي. يعني مثلا انا اللي ساكن في المبنى دوت واحد دخله حوالي 30,000 دولار في السنه، مكون من عيله 5 افراد، مستوى تعليمهم قد كذا، الكومبينيشن دي كلها هتقول لايه؟ هل هم هيصلحوا المبنى ويعيشوا فيه تاني، ولا هيسيبوا المبنى ويروحوا يعيشوا في ولايه تانيه؟ نفس الكلام تاثير الكلام تاثير المودلز بتاعتنا ديت او تاثير الفلود على الايكونوميك ستاتس بتاعت الكوميونتي، وبالتالي نخلط كل دوت ونطلع الريكفري بتاع الكوميونتي. ده مثال بسيط لسه ما عملناش الكلام ده، بس ده ان شاء الله للفيوتشر ريسيرش. لو انا عندي كوميونتي ما حصلش فيه فيضان فهو شغال 100%، الفانكشناليتي بتاعته 100%. اول ما بيحصل فيه فيضان الفانكشناليتي بتاعته بتقل مثلا 30%، بعد كده بناخد ديسيجن او يبتدي يريكفر، فبياخد حاجه اسمها لاك تايم، بيبتدي ياخد وقت عقبال ما يتعافى، وبعدين الكيرف بتاعها يبتدي يطلع مع الشهور او مع الايام او مع حتى السنين، ويبتدي يرجع لوضعه الطبيعي. دراسه الريكفري بتاعت المجتمعات تعتبر من اهم الدراسات اللي شغاله حاليا في الفيضانات، لان زي ما بيحصل في كورونا دلوقتي الناس كلها واقفه، لما بيحصل ناتشورال هازارد برضو المجتمع كله بيقف اقتصاديا واجتماعيا، فبالتالي لازم ندرس الكلام ده على الريكفري. دي بعض المراجع للناس اللي هي لو حابة تقرا في الموضوع اكتر، دول بحثين لسه منشورين وفي بحث تالت لسه منشور. بس يعني ولو اي حد عنده أسئلة يقدر يسألني، يفتح المايك ويقدر يسألني لو عنده اي سؤال خاص بالريسيرش او اي حاجة عموما. جزاكم الله كل خير يا دكتور عمر. اتمنى اي حد بس عنده سؤال بس يعمل رايس هاند عشان ايه ناخد الاسئله بالترتيب ان شاء الله. عشان احمد اتفضل. اعمل ان ميوت للمايك. انا عملت له ان ميوت. اوكي، انا حضرتك كنت بسأل بس ازاي بيرفعوا المبنى، يعني على جزء، يعني انا مش متصور ازاي ممكن ياخد المبنى كله يرفعه ويحطه على يعمل له يعني يعلي الاليفيشن كله، يعني انا مش قادر اتصور بيعملها ازاي. في شركات في امريكا وفي كل دول العالم متخصصه في الرفع، يعني في المباني اللي هي الخشبيه دي الموضوع بيبقى سهل جدا. المشكله انك تسأل لو كان انا عندي المبنى خرساني. في المباني الخشبيه بيحط جاكات ويرفع المبنى من اساساته، وبيبتدي يرفعه حته حته، وكل جزء بيرفعه بيبتدي يقوم حاطط له الاي بيمز. بس طبعا كل ده بيدرس انشائيا، يعني الاي بيمز يتحط مكانها فين، اماكن التحميل فين، كل الكلام ده بيدرس. لكن في شركات متخصصه في رفع المباني، ورفعها هنا في امريكا سهل لان اغلبها بيبقى وزنها خفيف ومباني خشبيه. لكن طبعا اللي بيبقى اصعب لو انا عندي مبنى خرساني وعايز ارفعه، ده بيبقى موضوع تاني يعني. ماشي يا دكتور، متشكر. السلام عليكم. عليكم السلام. الو، انا سامعك. ايوه، ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام، اهلا بك. شكرا جدا على المحاضره الجميله دي. هو انا معماري مبدئيا، وكنت شغال من فتره على استخدام العمارة الديناميكية كحل للتكيف بعد فعل سوء المية. استخدام العمارة الديناميكية في ايه؟ كحل للتكيف مع ارتفاع منسوب المية، تمام، بس بصورة دائمة، مش مؤقتة، يعني الغرق ده دائم. بالظبط، ده زي مدينة فينيس في إيطاليا، إن هي جيت أدابتد مع اختلاف الاستراكشر سيستم بقى بيننا وبينهم. يعني انا عندي هنا افترضت ان احنا حصل الغرق فعلا، وبنبني مباني بتستطيل مع منسوب الميه، مهما منسوب الميه يعلى هو يعلى اكتر منها، خلقته كده يعني. تمام. فانا كنت بسال حضرتك لو في جهه مهتمه بالكلام ده او اتواصل معاها ازاي. قربت اشوف بيبر في الكلام ده، بس منتظر انعقاد المؤتمر بعد كورونا. لكن انا خلاص يعني خلصت كل التصميمات تقريبا كفكره. تمام. ما هو انت لازم عشان تنشر الكلام ده، هو اول حاجه انت لازم تنشر تنشره كبحث، وبعدين تبتدي تعرض البحث ده على اي جهات بتمول الكلام ده. انا حاليا ما اعرفش جهات ممكن تكون بتمول الكلام ده، بس في ناس ممكن تتواصل معاك لما البحث يتنشر. بس لازم وانت بتنشر البحث ده لازم تتاكد ان الميثودولوجي بتاعتك متوصفه صح، والنتائج بتاعتها محطوطه صح، وتاثيرها على البيئه، وتدرس الكوست بتاعها وحاجات كتيره كده. طبعا انت المفروض تكون ادرى بيها لما تكون تيجي تنشرها بحث عشان ياخد الامباكت بتاعه. تمام.
بالظبط. لكن انا بصراحه ما اعرفش مين الجهه اللي ممكن تفند الكلام ده، تمام، بس شكرا حضرتك، ان شاء الله الدنيا تبقى توفيق ان شاء الله. شكرا. باشمهندس احمد حلمي اتفضل. السلام عليكم. انا بشكر الدكتور عمر على المحاضره القيمه واللي استفدنا منها كتير. انا دكتور احمد حلمي، مدير عام في الهيئه العامه للتخطيط العمراني. السؤال الاولاني هو يعني حضرتك استخدمت بس الار جي اي اس ولا استخدمت برامج ثانيه؟ ده اول سؤال. اجاوبهم سؤال سؤال. استخدمت الارك جي اس طبعا لكل الشغل بتاع الداتا اناليسز، لان طبعا زي ما قلنا في الاول ان انا محتاج اجمع داتا بتاعت الكوميونتي، فبالتالي كان لازم اعمل شيف فايل للمباني ديت، فبالتالي على الارك جي اس ابتدينا خلقنا. طبعا كان في المباني دي اوريدي موجوده على البورتال بتاع نورث كارولاينا ستيت، نزلناها بس كان في داتا ناقصه، يعني هم عندهم مجموعه من الداتا بس طبعا عشان نبدا الاناليسز بتاعنا محتاجين داتا تانية، محتاجين فيرست فلور اليفيشن ارتفاع اول دور، محتاجين المبنى كام دور، محتاجين نوع الاساسات، محتاجين حاجات كتيره جدا. فابتدينا استخدمنا جوجل ستريت ماب فيو ونلف حوالين المباني. طبعا الموضوع دوت بسيط جدا، يعني انا لو دخلت على الجوجل ستريت ماب فيو بس عشان الناس يبقى عندها تصور ازاي نجمع الداتا عن المباني. طبعا موضوع مرهق جدا، انا جمعت جزء منها وجبنا طالب اندر جراد جمع برضو جزء كبير من الداتا، يعني انا جمعت حوالي 40% وهو جمع 60%. الموضوع مرهق جدا، بس طبعا انت لو عايز تبدا شغل صح على حاجه حقيقيه لازم نشتغل على داتا حقيقيه بتاعت مباني. هنا عندك مثلا المدينه بتاعتنا اسمها لامبرتون نورث كارولاينا. يعني مثلا انا لو عايز اجمع داتا عن المباني اللي هي موجوده في الشارع دوت، كل اللي بنعمله ان احنا بنخش على الستريت ماب فيو كده. طبعا انا عندي الخرائط لسه بتحمل. المهم يعني بنبتدي نقوم نبص على المبنى ونبتدي نقيم المبنى دوت انهي النماذج اللي موجوده عندنا، وبنبتدي نديله نموذج من النماذج اللي موجوده عندنا. طبعا النماذج دي ممكن تكون 10، ممكن تكون 100، ممكن تكون 1000، بس احنا بنحاول نخلي الموديل سيمبل على قد ما نقدر عشان نقدر نعمل له نموذج ونقدر نحلله كويس. فبالتالي ببتدي اخش كده، فانا عندي مبنى زي دوت، ابتدي اقول المبنى دوت الارتفاع بتاعه بيبقى موجود تحت هنا، الاليفيشن بتاعه. المبنى ده مبنى سكني تايب 1 دور واحد معمول على سلاب جريد فاونديشن. فبالتالي ببتدي اطلع كل الداتا عن طريق الفيجوال بتاعه على الجوجل ستريت ماب فيو. بعد كده ببتدي اقوم اعمل شيف فايل للمباني ديت. بس عشان الناس تبقى فاهمه الاستراكشر كامل. أنا مش هستمع. تمام. عشان حسام السؤال بتاع حضرتك. ايوه انا ممكن اسال، بس انا كنت مستني السؤال بتاع استاذ احمد. اتفضل. يعني السؤال الثاني برضو على حد برضو معرفتي ان الار جي اس كان من خلال الووتر شيد كان بيعمل تحليل للسيول او الفيضانات بس ما بيحسبش كميه ميه. حضرتك حسبت كميه ميه مش كده؟ بس ده على برنامج ثاني، يعني الار جي اس ليه تحليلات بس. فبالتالي حللنا عليه الداتا، لكن طبعا الهيدرولوجيك والهيدروديناميك اناليسيس استخدمنا لها برامج ثانيه. يعني مثلا الهيدرولوجيك اناليسيس استخدمنا برنامج الهيك اتش ام اس، الهيدروديناميك اناليسيس استخدمنا برنامج الهيك راس. فالبرامج ديت بتقوم تديني هازارد ماب، واقوم اخد الهازارد ماب دي كراستر فايل. يعني انا دلوقتي طلعت الداتا بتاعتي من برنامج ثاني وقمت رحت موديها على الارك جي اس عشان احلل الداتا دي مع الداتا بتاعت البيلدينجز. تمام. برضه معلش في سؤال اخير، اللي هو احنا فعلا بنعمل عندنا مدينه راس غارب بنعمل فيها دراسه للسيول،
بس انا بتهيالي من وجهه نظري لو عشان يبقى التكاليف معقوله في مخططات مدن في مصر زي كده، ممكن اقسم الاسكان يعني مجموعات كاتيجوري على حسب قيمتها واقدر احسب التكاليف. يعني هيبقى صعب في مصر ان انا احدد كل بيت والاجهزه للرواة. بتهيالي يعني دي دراسه في امريكا بحكم الداتا وبحكم المستوى الابحاث كده، لكن بتهيالي في مصر لو انا بعمل مشروع ممكن يعني اعممه اكتر من كده. ولا راي حضرتك ايه؟ بالظبط. يعني هو دلوقتي اللي انت بتتكلم فيه ده صح جدا، هو المستوى الداتا اللي موجود في مصر طبعا ممكن ما يأهلش الواحد ان هو يعمل اناليسيس سوفيستيكيتد للدرجه دي، لان انت طبعا محتاج داتا كبيره جدا على البيلدينجز، بس برضو انت ممكن تلف وسط البيلدينجز. بس بالنقطه بقى الثانيه، يعني انت افرض انت مثلا جبنا ناس واديناهم مثلا وظائف، ناس شغالين بيعرفوا ار تي جي اي اس كويس، وقلنا لهم انا عايزين لكم تجمعوا داتا عن مدينه راس غالب دي في حوالي 3 شهور، وكل واحد هياخد فيهم المرتب الفلاني، فهيقدروا عن طريق الجوجل ستريت ماب فيو او مثلا هيلفوا في المدينه او مساحين هينزلوا يمسحوا المدينه ويطلعوا داتا عن المباني دي. فده ممكن طريقه وممكن تبقى مكلفه شويه بس فيزابل، ممكن تتعامل. الجزء الثاني التدابير بتاعه الفيضانات، هل هي فعلا تستحق ان انا اعمل الكلام ده؟ هي دي بقى الديسيجن ميكنج اللي مخلوط بكذا حاجه. لازم اكون اعرف المبنى احتمال ان هو يحصل له دامج من الفيضان قد ايه. هو ممكن يكون معرض بس الفولنربيليتي بتاعته ممكن تكون مختلفه، يعني ممكن يكون على مستوى عالي فما يتاثرش بالفيضان، فدوت نخرجه خارج حساباتنا. فلازم نعرف تاثر المباني بالفيضانات او احتمالات تاثرها بالفيضانات قد ايه، المبنى سعره كام. وطبعا احنا عندنا اسعار كل المباني، لان طبعا المباني في امريكا كلها بيدفع عليها ضرائب، بالتالي معانا التاكس بتاع التاكس ديتا بتاعت المباني دي، فقدرنا نجيب اسعارها الماركت فاليو بتاعتها كام. الديسيجنز بقى اللي هناخدها بيزد على الاسعار المباني، بيزد على الدامج المحتمل، بيزد على الشريحه السكانيه اللي ساكنه فيها، لان هنا في امريكا طبعا بيبتدوا يدوا قرارات على حسب الاسعار وعلى حسب الفئه السكانيه اللي ساكنه فيها وعلى حسب العرق والجنس وحاجات كتيره جدا. يعني بيبقى لها اولويه، يعني اللي ساكنين بلاك افريكان امريكان وايت، على حسب الكلام ده بيبتدوا يدوها اولويه وهكذا. شكرا لحضرتك. تمام. انا عندي سؤالين بس يا دكتور عمر. السؤال الاولاني، لما حضرتك كنت بتتكلم على الدراسه، حضرتك قلت انا اشتغلنا على جزء صغير من المدينه. طبعا حضرتك لما جيت عملت اناليسز للجزء ده كنت بتتكلم عن الفيضان اللي حصل قبل كده، يعني الاناليسز مبني على الدبس بتاع الفيضان اللي قبل كده. هو انا ليه طيب ما اهتمتش اعمل اناليسز لبقيه المدينه؟ يعني انا ما اعرفش ايه الايفنت اللي ممكن يجي بعد كده ويكون الدبس بتاعه اعلى شويه او كده. دلوقتي اول حاجه عملنا اناليسز للمدينه كلها مش جزء من المدينه، يعني هي دي كان شكل المدينه. حتى لو بصيت على شكل الفيضان هنا هتلاقي ان الفيضان جايبينه من بره المدينه لحد ما دخل جوه المدينه كلها، فدي كانت المدينه تحت الدراسه. المدينه دي اخترناها بالذات لان احنا معانا جروب من كذا جامعه بنروح المدينه دي مرتين في السنه ونجمع داتا عنها ونشوف ايه اللي حصل فيها. الفيضان اللي حصل في 2016، في 2016 فيضان اكتر من ال 100 سنه، يعني الريترن بيريد بتاعته اكتر من 100 سنه، حوالي 500 وحاجه. فبالتالي احنا ممكن نعمل النتائج بتاعتنا تبقى بيزد على ريترن بيريد فيضان بيحصل كل 100 سنه او سيناريو بيزد، يعني بنختار سيناريو معين قوي جدا، السيناريو دوت ما بيحصلش غير كل 500 او 1000 سنه، لان ده سيناريو حقيقي مش بيزد على سيميليشن، ونبتدي ننسب كل نتائجنا ليه. زي مثلا الريسيرش اللي موجود حاليا في الاعاصير بينسب اغلب الريسيرش بتاع الهوريكين كاترينا اللي حصل في 2005، لان دوت يعتبر زي 1000 year event ما بيحصلش غير كل 1000 سنه. فبالتالي استخدامي للسيناريو بتاع 2016 ده يعتبر تمثيل كويس للمباني، وما حصلش فيضان اقوى من ده قبل كده. ممكن نفكر في حاجة أكبر من كده، بس أنت هتبقى التكلفة عالية جدا، يعني أنت أنك تسيف مبنى مثلا على 10,000 سنة، فطبعا دي حاجة، لأن أنت فعلا ما عندكش المباني اللي بتقعد يعني آخرها 100 سنة مثلا. فبالتالي أن أنا أصمم المباني بتاعتي على فيضان أكتر من 1000 سنة ده يبقى more conservative. فبالتالي ده الإجابة على
النقطة التانية. أما بالنسبة لا، إحنا درسنا المدينة كلها وشفنا أغلب المناطق اللي حصل لها حصل فيضان، حتى كمان المباني اللي حوالين المدينة. يعني أنا لو جيت بصيت هنا على المباني اللي اتأثرت بالفيضان، الجزء ده من المباني كان بره المدينة بس كان في الزمان بتاع الفيضان، برضو درسناه. طيب معلش، هو اخر سؤال بقى، الجزء بتاع الميتيجيشن ميجرز، اول ميجر حضرتك كنت شرحته، حضرتك كان في جراف، بس انا مش يعني مش عارف اشرح من غير جراف، لو حضرتك ممكن تبقى تبص عليه في السلايدز. حضرتك قلت هيحصل فلاش اواي، يعني الميه هتخش على طول في السكند ديجري، مش هتبقى في اول ديجري عشان هي عدت الواحد متر. فانا ما فهمتش بصراحه الجزئيه دي، طب ليه مع ان اللي هيحصل اوفر توبنج فوق السد ده، والميه اللي هتخش هتبقى دبس صغير، يعني هيفضل الواحد متر اللي محجوز وراها زي ما هو، والاوفر توبنج هيبقى حاجه بسيطه اللي هيخليه يخش في الاستيج الثانيه. معاك، انا فهمتك. دلوقتي طبعا لو عايز تعمل مودلنج للكلام ده سيميوليت الهازارد سيلف باي لوجيك كده، انت لو الميه عليت عن واحد ونص، او قول واحد ونص متر، يعني هي اول حاجه كانت واحد متر وعندي المبنى ده محمي، لكن هي لما تطلع تبقى 1 متر و20 سنتي، ال 20 سنتي هيخشوا جوه الجزء اللي فيه المكان اللي انا بحميه. طب ما هيجي 20 سنتي غيرهم من الميه اللي عماله بتتدرج، لان دلوقتي الميه بتاخد سيرفس واحد بتروح للمنطقه اللي عاليه ثم المنطقه الاقل بتدور على اي مكان ما فيهوش ميه وتملاه. نفس الكلام هيحصل هنا، الميه هيبقى ارتفاعها في الجزء دوت متر 20، ال 20 هتبص على الحته الواطيه تقوم نازله، هيجي 20 غيرهم ثم 20 غيرهم لحد ما الميه كلها تاخد نفس المستوى. ده الطبيعي اللي بتعمله الميه، ان هي بتدور على المستوى الواطي القريب اللي تقدر تفيض فيه وتقوم نازله فيه. تمام، بس هيبقى ممكن هيبقى تعمل، نعم اتفضل اتفضل. بس ما شاء الله بقول لك ممكن تعمل الكلام ده في وقت قليل، ممكن تعمله في وقت كبير. بس يعني اقصد برضو الجزء اللي هيتاثر بيه المبنى هيبقى مثلا، لو اتكلمنا مثلا عن ديستشارج، هيبقى برضو 20 سنتي اللي هم داخلين في وقت مثلا معين، فهيفضل برضو الـ يعني اقصد ايه، لما نختار الكيرف بتاعها مش هيبقى الكيرف الثاني اللي هو فوق الواحد متر، لا ده اللي هيتاثر اللي هيتاثر بيه المبنى هيبقى ال 20 سنتي في كل مثلا دقيقه او في كل كذا، فهيفضل برضو في اول كيرف. احنا بقى بنتكلم ايه؟ بنتكلم اللي هو الورست كيس، ان انت طبعا انت عندك الفيضان دوت مثلا بتقعد الدنيا غرقانه 14 يوم، فكده كده الميه دي هتخش في المبنى هتخشه. فانا ممكن ادرسها اعملها ويتد، اللي هو ايه؟ ادرس الدامج كل تايم وكل ديبس. بس طبعا طب ما انا في الاخر عندي المبنى دوت اخر اليوم ايه اللي هيحصل؟ الميه كلها هتخش المبنى، والمبنى هيجي له متر 20 ميه، والميه دي هتقعد حوالي 3 4 ايام عقبال ما تتجفف. معايا؟ فهمت قصدك. شكرا جدا يا دكتور. بالظبط. دكتور ابراهيم. السلام عليكم باشمهندس، كيف حالك يا دكتور؟ وعليكم السلام. الله يبارك فيك، ما شاء الله عليك. معلش انا يعني دخلت وخرجت كتير، النت عندي مش مستقر شويه نتيجه الضغط اللي بيحصل، انت عارف. معلش يعني ظروف، حتى لو يعني ما كنت ما حضرتش بعض الحاجات تكون الاجابه على اسئلتي اللي انا عاوزها. طبعا انت عارف ان في عندنا هنا في السعوديه، يعني طبعا نتيجه البنيه التحتيه بعضها بيبقى مجهز، وبداوا في الفتره الحاليه من 10 15 سنه بدات البنيه التحتيه تشتغل، وبداوا يعدلوا في البنيه التحتيه، والمدن الجديده تملاها بنيه تحتيه. فمن ضمن الحاجات اللي احنا طبعا كنا بنعانيها، وحكم ان انا كاستشاري في وزاره الشؤون البلديه والكهربائيه هنا، ففي عندنا صرف السيول والفيضانات، وخصوصا الطبيعه السعوديه، يعني الفيضانات لما بتحصل من بعض المناطق الجبليه بتبقى عامله زي الشلال، يعني اجرك الله فعلا تحس ان يعني مش فيضان، تحس انه يعني مور ستورم، يعني واخد بالك. فبدات يتعمل شبكات صرف سيول وفيضانات في الشوارع بقى جديده، مع طبعا عندنا هنا بدا يعملوا خطوط مترو جديده وكده، بقى لهم اكتر من 4 سنين دلوقتي دخلنا على كذا لاين وكده، فمن ضمنها طبعا الشوارع اتهدت بشكل تمام، كانوا بنيه تحتيه جديده. فبدا يعمل بقى ما بين العماير والمساكن والفلل والاجور لحياه سكنيه، بتعمل شبكه صرف السيول والفيضانات بشكل يعني افضل بكتير، راعي المشاكل اللي بتحصل في بلدان ثانيه. طبعا ده بيبقى يعني تخطيط مستقبلي زي ما حضرتك عارف، وحياه قديمه اللي زي مثلا مرض من سنين الله اعلم انت سمعت عنه ولا لا في الاخبار وكده،
طبعا لما حصلت امطار يعني شفت انت المطر اللي كان حصل في جده كان بهدل البيوت بشكل دمرت ووقعت وكانت فضيحه. انت سمعت اكيد يعني واخد بالك ده من مطر مش من نهر ولا بتاع. كان يعني طبعا سيول من مطر، ومطر لما كان بينزل ما شاء الله كان ضام لمعالجه السيول بين الوديان. طبعا الوديان برضو بيحصل فيها سيول بشكل رهيب وزحف للرمال لانها بتبقى برمال متحركه ما هيش ثابته زي الجبال، واخد بال حضرتك؟ بتشيل اللي قدامها يعني انت بتحس ان العربيات كانها الفيديوهات بتاعتها كانها والكوبمنت بتاعت الحاجات دي فعلا من شده الميه سبحان الله يعني جل شانه، يعني قوه الميه والفيضانات دي ما لهاش حدود يعني، واخد بالك؟ ففعلا اللي انا كنت بس حابب ان انا استفسر عنه هو موضوع صرف السيول والفيضانات ما بين المدن والاحياء اللي هي الشوارع الرئيسيه، غير بقى الشوارع الفرعيه. كانت الشوارع الرئيسيه كانت بدات تتعمل لها البنيه تحتها بشكل كبير يعني. فانا طبعا زي ما قلت لحضرتك ان انا ما حضرتش محاضره كامل وكنت بخرج واطلع بسبب ظروف النت عنده كده. هو احنا ما درسناش لو احنا عملنا شبكه صرف سيول، بس احنا اللي انا بدرسه حاليا هو ان انا يبقى عندي فلود ايفنت خارج ان شبكه صرف مطر انها تستحمله، فبالتالي لازم يتعمل لها حاجه تانية. يعني مثلا لازم يتعمل لها مخر سيل، لازم يتعمل لها مثلا مخر سيل. لما نتكلم مثلا في بحيره كبيره مربوطه بستريمز معينه بتاخد المياه من المدينه وتقوم تطلعها بره، او مثلا بحيره مربوطه بالنهر اول ما المياه تعلى فيها عن حد معين تاخده. لكن طبعا ما شفناش بقى اللي هو تاثير ان انا اعمل شبكه صرف مطر جوه المدينه ديت. الكلام ده الصراحه ما درسناهوش. اللي بندرسه حاليا هي حاجات اللي بنركز عليه اساسا حاجات ان المدينه تبقى مستعده ليها، لان المباني في امريكا غير المباني في الشرق الاوسط. في امريكا المباني كلها خشب، مباني خفيفه جدا، المحتويات بتاعتها بتبقى بطريقه معينه، شكلها بطريقه معينه. يعني مثلا الدكتات بتاعت التكييف بتبقى موجوده في البدروم وبتقوم طالعه للمبنى، التكييفات بتبقى زي يونت صغيره موجوده بره وبتكيف بيها الشقه كلها. فبنحاول نشوف اساليب كونستراكشن جديده تساعد المباني دي بحيث ان لو حصل فيضانات انها ما تتاثرش بالفيضان. بندرس بروتكشن ميجرز زي مثلا لو احنا عملنا دايك او ليفي او حائط ترابي معين عشان احجز وادي معين من ان هو يصب الميه بتاعته عندي. فدوت انت لازم، انا لو مثلا في السعوديه وبدرس مطر لازم ابص على التوبوجرافي بتاعتها عامله ازاي، الجيومورفولوجي بتاعتها شكلها عامل ازاي، الكاتشمنت بتاعه المطر شكلها عامل ازاي، وعلى اساسها بنبتدي نبربوز ايه هي اوبتيمال اللي هي امثل طريقه بحيث ان انا اوفر في الكوست واعمل بروتكشن للانفراستراكشر بتاعتي. فبالتالي لازم اجيب الموضوع من الاول، من اول ما بيكون مطر لحد ما الكاتشمنت بتاخد المطر دوت، وبعدين اشوف المطر دوت احجزه ازاي، اقفل الكاتشمنت ديت، اعمل سد، اعمل اي حاجه بحيث ان انا احجز المطر. حتى هنا في امريكا في الفيديو وريتكم من شويه عندهم نظام فوركاست عالي جدا بيتوقع المطر قبلها بيومين وثلاثه، بيتوقع المطر قبلها بيوم لكن الهريكين بيتوقع قبلها باسبوع، وبالتالي بتاخد احتياطاتها في انها تقفل اماكن معينه بحواجز ترابيه وبسدود، وبقوا مجهزين حاجات معينه بتستخدم لسد الفيضانات دي. حتى انا لما كنت بتكلم اتكلمت على هوريكين ماثيو وهوريكين فلورنس في 2019 حصل هوريكين اسمه هوريكين دوريان. الهوريكين دوت ما جاش ناحيه المدينه دي، بس المدينه راحت وعملت حاجات بمئات الاف الدولارات تحسبا ممكن يحصل نوبه مطر، نوبه فيضان تاني. وفعلا بعد ما عملوا الحاجات دي ما حصلش فيضان، والحاجات اللي صرفوها بقت على الجاهز، بس برضو كان ممكن يحصل الكلام ده. فبالتالي الموضوع عايز فوركاست كويس، عايز قرايه للانفراستراكشر بتاعي كويس، للكاتشمنت اللي موجوده للميه كويس، وعلى اساسها ابروبوز امثل طريقه بان انا اعمل فلاد بروتكشن للمدينه دي. لان انا برضو ممكن بعد ما اعمل صرف للمطر للكلام ده، المايه اللي موجوده عندي تبقى اقوى او اعلى من اللي تقدر تتحمله شبكه صرف المطر، فبالتالي لازم حاجه اقوى يعني.
فعلا وانا حضرتك يعني... كلام سعادتك سليم، وده احنا فعلا عملنا كده يعني، عملنا بحيرات كتير عشان استوعب المياه ديت وفي نفس الوقت استفيدوا منها في زراعه الشوارع والجزيره والجزيره اللي موجوده في الشوارع بعدين. يعني فعلا كانت درست واتعملت بالشكل ده، يعني مش صرف مثلا سول بس، لا انا طبعا اجمع المياه الموجوده واستفيد منها بعدين، هي طبعا ما استفادش منها الا في الزراعه. فده اللي تم بالنسبه للمين رود. فعلا يعني المين رود اكتر حاجه كانت بتغرق الدنيا وتوقف الشوارع، وجارك الله يعني ممكن توقف بالساعات لحد ما تيجي بقى البلديات وسيارات تعمل سكشن للميه والكلام ده. فطبعا بدات المدينه اللي انا درستها احنا بنتكلم في الحياه وقفت فيها لمده 3 او 4 شهور. يعني المدينه ارتفاع المياه بنتكلم مترين وثلاثه، الناس بيوتها، المدارس والاماكن والنوادي والاماكن العامه اتفتحت بحيث انها تبقى زي تمبوراري شيلترز للناس دي عشان تسكن فيها لحد ما يشوفوا حل في موضوع الميه. الانفراستراكشر كلها واقفه، حتى كمان المباني اللي ما تعرضتش للفيضان طبعا قاطعين الكهرباء قاطعين الميه، فطبعا خسائر اقتصاديه واجتماعيه كتيره جدا يعني. فاحنا بس مش هندرس الدايركت لوسز، بندرس كمان الاندايركت لوسز. جزاك الله خير يا دكتور، جزاك الله الخير. شكرا باشمهندس. الف شكر حضرتك دكتور. في بس سؤالين على شات ما حضرتك تقراهم، مهندس احمد سليمان ومهندس اسراء. لو باشمهندس احمد سليمان او باشمهندس اسراء عايزين يسالوا صوت مفيش مشكله. هو سؤال، هو تعليق بيقول ان انا مثلا عشان البرزنتيشن انترستنج، وبيقول ان هو بيقول ان الفلود ان انا اعمل ميتيجيشن في مصر للفلود الموضوع معقد جدا وخصوصا مع المدن الجديده. والله هو انا لما اجي اخطط جديده لازم ادرس كل حاجه فيها. يعني مثلا انا ما اجيش احط مدينه جديده في مكان هيحصل فيه زلازل، او مدينه جديده في مكان متوقع ان هو يحصل فيه فيضانات. ولو هعمل كده والمدينه دي موقعها متميز لازم ادرس واعمل لها فلاد بروتكشن وكلام كبير من ده. مش هاجي اعمل بنيه تحتيه واصرف عليها مليارات وبعدين في الاخر يحصل لها فلادنج وكلام من ده. فده لازم المفروض يدرس قبل ما اعمل اي مدينه جديده. وعلى ما اعتقد وزاره التخطيط العموميه بتعمل الكلام دوت وبتدرس الكلام دوت، وعندنا وزاره اللي هي الوزارات اللي موجوده عندنا اللي هي مختصه في الكلام دوت بتدرسها قبل ما تعمل الكلام دوت. وانا عندي طبعا التغير المناخي برضو بيأثر على الكلام ده، فمش معنى ان انا الكلام ده يتعمل للمدن الجديده المفروض ابص على المدن الحاليه اللي موجوده عندي واشوف فعلا ان انا مثلا لو عملت فلاد بروتكشن معين. يعني انا بشوف مثلا مصر مثلا بينزل فيها مطر الحياه بتقف فيها مثلا حوالي يومين، والناس كلها اللي ما بيعرفش يروح وظيفته والبنيه التحتيه بتدمر. احسب خسائر الكلام ده كله واشوف ان انا لو عملت فلاد بروتكشن هل انا كده بعمل سيفنج للخسائر دي بمقدار قد ايه، وشوف الاوبتيمال ديسيجن واخده. فده بالنسبه لمصر. نيجي للسؤال بتاع باشمهندسه اسراء. هو بيتكلم على الداتا اناليسز، الانبوت داتا اناليسز بتاثر على الفلاد بريدكشن. احنا اغلب الداتا بتاعتنا خدناها من المنظمات المختصه في الكلام ده زي اليو اس جي اس في امريكا، بتدينا الديسشارج اللي عندها جيجز محطوطه على الستريم. خدنا الداتا دي وحطناها، الداتا اللي مش موجوده فبالتالي هنضطر ان احنا نعمل هيدرولوجيك اناليسز ونأكسبت الكلام اللي موجود. بنعمل حاجه تانية عندنا اسمها الفيريفيكيشن اند فاليديشن، يعني بنروح الكوميونتي دوت ونشوف الهاي ووتر مارك قد ايه ونفاليديت الكلام اللي حصل في موديل بالكلام اللي موجود على الواقع. ده بالنسبه للديتا. اما بقى بالنسبه للجزء بتاع الكومبوننت زون، هاو اباوت ذا اوت دور بيلدينج تو تريت ات، انا مش فاهم الاوت دور بيلدينج. او لو انت تقصدي ان انا كنت كلمت على الكومبوننت بس، لا انا لما قلت ان انا هقسم الاستراكشر لكومبوننتس انا بقسمه كله من اوله لاخره، من اول الابلاينسز والفرنتشر والانفلوب بتاع المبنى، الحوائط، الاستراكشر سيستم، كل الكلام دوت. انا ممكن اعمل شير للسكرين بتاعي هنا مثلا. الناس شايفه الاكسل شيت اللي انا مشيره؟ حد بس يقول ان هو شايفه؟ لسه بيفتح. ظهر دلوقتي.
تمام. دي ده مثلا اكسل شيت بالنسبه للكومبوننتس الموجوده عندي. فانا عندي مثلا الفلورنج، البيس بورد، ريفريجريتور دوت مثلا، سوبر شوبينج سنتر، حتى كمان كل حاجه محطوطه على شيلف، يعني ايس كريمز، شيبسي، مش عارف ايه، كل الاكل وكل المحتويات كلهم محطوطين بحيث ان احنا نقدر الخسائر كلها اللي موجوده في المباني، بالاضافه للدامج ستيت فور اللي هي شامله الفريمنج، الكولمز، التراسز، الكونكشنز، الروف شيثنج، الكونكريت سلاب، السلاب اون جريد فاونديشن، كل الكلام ده معمول له حصر وموجود معانا بحيث ان اي حاجه موجوده في المبنى معمول لها انكلوجن. وطبعا كل الكلام ده في صوره داتا، يعني دي مثلا ده اكسل شيت طويل عريض مليان الداتا بتاعت المبنى، سواء الفلاد ديبس اللي هيحصل له دامج عنده، او الفلاد ديوريشن، الفلاد ديوريشن بالاور اللي هيحصل له عنده، والدامج ستيت بتاعت كل كومبوننت، والبرايس، اليونت برايس بتاع كل كومبوننت ماكسيمم ومينيمم، وبعدين المين والستاندرد ديفيجن برايس بتاع كل كومبوننت. وبالمناسبه احب اذكر ان تسعير الكومبوننتس دي بالنسبه لامريكا بيبقى فيه ويب سايتس مسؤوله عن تسعير الكومبوننت الخاص بمكان كل ولايه وكل مدينه، يعني بديله الرقم البريدي بتاعي وهو يقول لي، او يقول لي ان الامريكان او الامريكان فاميلي بتسبنت مثلا من $1,000 ل$5,000 على البنت اللي هو الدهان بتاع الشقه، وبتسبنت من $10,000 ل$20,000 على الدراي وول بتاع الشقه. فعمليه التسعير داخل فيها مينيمم وماكسيمم، وبعدين داخل فيها مينيمم مين وستاندرد ديفيجن عشان نعمل بروبابليستيك اناليسيس، وطبعا الكلام ده لليونت كوست، وبعدين بنجيب النمبر اوف يونتس، وبعدين نجيب المينيمم والماكسيمم والمين والستاندرد ديفيجن كتوتال، وبعدين نطلع التوتال ريبليسمنت كوست بتاعه المبنى. وليكن مثلا انا عندي دامج ستيت واحد، هنا الريبليسمنت كوست بتاعها 4%، يعني 4% من سعر المبنى. الدامج ستيت 2 يعني كل الكومبوننتس الموجوده في دامج ستيت 2 سعرها 24% من القيمه السعريه او السوقيه بتاعه المبنى. دامج ستيت 3 41%، الاستراكشر سيستم 31%، ودي ارقام معقوله. اغلب الانظمه الانشائيه تكلفتها اللي هو لما بنيجي نتكلم العظم بتاع المبنى حوالي 30-40% من سعر المبنى، وممكن 20%، لكن الاغلى النون ستراكشر كومبوننت ومحتويات المبنى. فده بالنسبه للداتا الموجوده عندنا. بس ده كده باختصار، او مش باختصار قوي، هو اجابه السؤال يعني. الله يكرمك يا دكتور. هو في نقطه بس، اغلب المدن الجديده لما بصيت على الحسابات بتاعتها بتاعت الميه، هم بيحسبوا الصرف بتاع المدينه على اساس مساحه الشارع، ما بيعملش حسابه في حساب الاسطح، يعني هو بيحسب بس الشارع. فمساحه الاسطح طبعا الميه بتتراكم، وبعد كده بتنزل في المتراب، بتنزل على الشارع او كده، فهم بيحاولوا يحسبوا حسابات قليله، فبحس ان هم يبقى اكتر المواسير والخزانات تبقى قليله. والله انا لو بخطط مدينه جديده لازم اعمل لها هيدرولوجيك اناليسز، وابدا الخطوات من اول الديجيتال اليفيشن ماب، واجيب السويل ماب واللاند يوز ماب، وعلى اساس اللاند يوز بتحسب، اللاند يوز دي هي اللي بتقول لي ان انا عندي اسطح شكلها عامل ازاي. يعني انا عندي هنا منطقه زراعيه، منطقه تجاريه، المنطقه دي فيها طرق، المنطقه دي فيها كباري، فبالتالي اسطح سوليد فما بتقدرش تمتص الميه، فبالتالي المناطق السكنيه نفس الكلام، اسطح سوليد فما بتمتصش الميه، فالميه فيها بتتحجز. فكل دي عوامل بتاثر على الهيدرولوجيك اناليسيس بتاعتي. بنعمل حاجه في طريقه اسمها كيرف نمبر ميثود، ودي بقى بتدخل فيها المفروض الكيرف نمبر ده بنحصل عليه عن طريق نوع السويل اللي موجود عندي، نوع اللاند يوز اللي موجود عندي، وبعدين بقوم اديله نمبر، والنمبر ده بيقول لي هيحصل لو نزل ديسشارج 100 مثلا، 100 قد ايه هيحصل له ران اوف، وقد ايه هيحصل له ديب انفلتريشن. فبالتالي الكلام ده لازم، على ما اعتقد، لو احنا بنعمل مدينه جديده لازم ندرس الكلام دوت، يعني من اي بي سي، يعني واحده واحده. تمام. طيب الحلول جميله جدا وتناسب مثلا المدن زي اسكندريه او حاجه زي كده. طب لو هي مثلا في القاهره والامطار، مش يعني مش بنتكلم عن مدينه جديده، بنتكلم مثلا على منطقه موجوده في القاهره والمطر مش كتير، فمحتاجين طريقه نصرفها مع المياه، يعني ما عندناش نهر او بحر نرمي عليه.
المشكله واللي انا متذكره ان اغلب الصرف في مصر كنا بنصمم مثلا ماسوره الصرف الصحي انها تتحمل كميه صرف معينه ونضرب في فاكتور ونعتبر ان الفاكتور دوت مثلا 100% نخليها 1.4 وبالتالي دوت تحسبا للمطر. انا شايف الكلام دوت المفروض ما يتعملش بعد كده. المفروض ان انا لو هصمم شبكه صرف اشوف فعلا في مطره قد ايه هتنزل واصمم وفعلا اجيب الديسشارج الحقيقي بتاع المطره اللي هينزل في شبكه الصرف دي واقوم مصمم عليها شبكه الصرف. ويفضل حاليا بالوضع بتاع المطر اللي بنشوفه في مصر ان لازم الطرق كلها يبقى عليها شبكه صرف مطر. يعني هنا مثلا في امريكا شبكه صرف المطر شبكه كبيره جدا، ولا يعني اقدر اقول انها زي مثلا او في المدينه اللي انا فيها زي شبكه الصرف الصحي، مواسير ضخمه الطرق متصممه بطريقه معينه وبنيول معينه، المطره بتنزل ما فيش ساعتين كلها بتنزل على شبكه الصرف والمدينه ثاني يوم الصبح ولا كان في مطره نزلت، مع ان المطر اللي بينزل هنا زي اللي كان بينزل في مصر وبيغرقها، ده اللي بيحصل عندنا مره في الاسبوع. فبالتالي شايف ان بالوضع اللي موجود دلوقتي احنا لازم نعمل شبكه مطر وندرس الفيزابيليتي بتاعتها عن طريق ان احنا نحسب الكوست بتاعها والخسائر اللي بتسببها كل سنه، وان هي ممكن توفر لنا قد ايه لمده 30 سنه. لما انا مثلا عندي كل سنه توقف الاقتصاد وتوقف الشوارع وتسبب خسائر للشوارع وابتدي احتاج ارفض ارصف في الشوارع تاني، طب ما انا اخطط بقى على نظيف واعمل شوارع على نظيف واعمل شبكه صرف مطر، كل اللي هعمله هي حفره جنب الشارع. اي نعم الشوارع هتبقى متبهدله فتره، بس انا هخطط شبكه لمده 30 سنه وهوفر على الاقتصاد بتاعي لمده 30 سنه. فبالتالي لازم نشوف شبكه صرف مطر بحيث انها تاخد الميه اللي هي عماله بتغرق شوارع مصر كل سنه دي. بس يعني انا شايف ملهاش حل تاني، يعني كل الميتيجيشن الثانيه مش هتنفع في الوضع اللي موجوده فيه. يعني طيب هل ممكن احنا نستفاد من المطر دي، يعني كميه المطر الرهيبه اللي بتنزل في مصر دي نقدر نخزنها ونستفاد منها؟ طبعا، يعني مثلا هنا المطره اللي بتنزل هنا بتروح، يعني بتروح مش شبكات صرف، يعني هنا الميه بتاعت المطره معزوله عن الميه بتاعت الصرف الصحي، بتروح على زي كريكس ترع ومترع، تروح على انهار ومن الانهار بتروح على زي خزان او بحيرات وبتتخزن كانها ميه، يعني بتتخزن مع الميه الطبيعيه. فبالتالي الاثنين مش مع بعض. ما هو ده اللي بقوله، ان احنا نعمل شبكه صرف مطر المطر ده يتخزن ويبقى كانه مصدر ثاني للميه. تمام. هو دلوقتي في دول كتيره بتستفاد من موضوع اي مطر اي ميه، اعتقد اسرائيل وهولندا والصين افضل دول في ريسايكل بتاعت الميه اعاده استخدام. حتى هولندا بتستخدم ميه الصرف بتاعها نفسها في انها تعيد استخدامها وتبقى صالحه للشرب، ويعني واسرائيل طبعا عندها ابحاث كتيره جدا في موضوع المياه ديت. موضوع الميه موضوع شائك يعني. بس موضوع مشكله السد النهضه، فاحنا بندور على حلول، وللاسف احنا عندنا في تلوث جامد في الميه، فنتمنى ان شاء الله الامور تتحسن. في مهندسه ريهام بتقول بنعمل شبكات صرف مطر فعلا في مدينه العالمين الجديده والعاصمه الاداريه الجديده، بس الحته الدقيقه ان الدراسه على المستوى الاقاليمي الاعلى والتزام المخطط العمراني بيها مش ماشي في العاصمه. انا مش شايف الرسائل. تمام. دكتور ابراهيم عنده بس تعليق، اتفضل يا دكتور. معلش هو استكمالا بس الكلام حضرتك بخصوص المطر اللي كان حصل في القاهره السنه دي، وشفت غرق الدنيا وغرق العاصمه الاداريه رغم تخطيطها، انا صراحه كنت يعني معلش يعني مصدوم، يعني مدينه جديده بتخطيط وتغرق والميه تدخل الفلل وغرقت الفلل نفسها جوه وغرقت الفرش، كانت فضيحه بمعنى فضيحه، يعني مع احترامي اللي في الكلام يعني. فيعني الواحد لما سمع كده ماشي نقول خلينا في المدن اللي هي خلاص بقى لها عمر 50 و100 سنه في احياء القاهره القديمه وكده، بالعكس الاحياء القديمه يعني ما بتغرقش زي الاحياء الجديده اللي المفروض لها تخطيط عمراني وبنيه تحتيه مظبوطه. فللاسف يعني بس تعليق على ايه؟ النقطه بتاعت شوف الحاجة لما حصل مطر وحقيقة الله اعلم كنت موجود في مصر حضرتك ولا لا، بعد كده بشوف الاخبار يعني حاجه تفجع يعني ان المطر كان داخل لك ولدرج السلم 5-6 درجات بره في الشارع وداخل لك جوه. المشكله حتى كمان الناس اللي مثلا المطر ما وصلهاش دخل لها عن طريق الصرف الصحي، لان انت عندك الميه هتنزل في البلاعات والشبكات، الناس وده فضيحه ثانيه
من الحمامات ومن المطابخ، فبالتالي هو ما دخلوش ميه من بره بس دخلوا ميه من جوه، لان برضو لما هو عمل الفيلا بتاعه وعمل البيت بتاعه ما عملش نظام صرف صحي بحيث ان هو يحميه من الريتيرن الميه اللي ممكن ترجع ريتيرن. فده برضو يعتبر سوء تصميم للمبنى، وبرضو سوء تخطيط للمدينه انها مدينه جديده زي دي ما تبقاش محميه. ونامل ان شاء الله في الايام اللي جايه انها ان هم يعني يعملوا بروتكشن بلان للمدينه. خلاص هو بيتعلموا بقى، ما هو حقل تجارب. الله يعين، الله المستعان. اوكي ايوه شمس ريم اتفضل. ده شمس ريم ممكن تعملي ايوه امي مش عارفه اعمل ايه ما كانش راضي. انا بشتغل في مشاريع في العاصمه، كنت وانا اصلا يعني اغلب ابحاثي كلها تخطيط عمران، يعني معماريه. فاحنا كنا بندرس العاصمه الاداريه الجديده، اكتشفنا ان هي مثلا فيها طرق مبنيه على مخرجات سيول رئيسيه، مش حتى مخرجات سيول عاديه رفيعه مثلا، دي حاجات مخرج سيول رئيسي معمول عليه مثلا نهر الاخضر، معمول عليه طرق رئيسيه كبيره. هو يعني من الاخر كده هو مسك مخرط السيول ورسم عليها طرق. فالتخطيط العمراني نفسه كان فيه غلطه، هي دي المشكله اللي حصلت يعني. ودي ببساطه اي حد فينا يعرفها، لو جبنا جوجل ماب وجبنا هيستوري ماب وجبنا رجعنا ورا كده لغايه مثلا اول خريطه نقدر نجيبها لمنطقه العاصمه قبل ما تبقى عاصمه اصلا، هنشوف الخطوط بتاعه المخرجات موجوده. لو جبت نفس الخريطه تاني دلوقتي هتلاقي عليها الطريق. فهي المشكله اصلا لا يمكن استيعابها في شبكات صرف، ولو ان الشبكات الصرف حاليا هي متوفره. يعني حاليا احنا يعني انا بشتغل في شركه استشاريه، هي حاليا احنا بنصمم الكلام ده في المشاريع اللي بنطلعها. شبكات الصرف شبكات صرف الامطار كلها وبتتعمل، والديزاين وقطاع الكروس سكشن في الطريق بيتعمل مكان معين بحيث انه ينفع يصرف منها الطريق، وبنقعد ندرس ميول كل حاجه بحيث نسلم للحاجات دي. يعني الموضوع مدروس، بس احنا يعني لما بيكون خطا على مستوى سكيل عالي قوي مش ينفع يتلم حرفيا. يعني كل دكاترتنا قالوا لنا يا جماعه ولا مليون شبكه صرف هتتلم الكلام ده، انتوا بتتكلموا في ايه؟ انتوا بتتكلموا في مخرجات شيء جايه من جبال كبيره هتصفي على مدينه. بالظبط. هو السؤال بقى، المفروض ان الكلام ده كان كله بيدرس والمدينه بتتخطط، لان انا هخش على صحراء وابني فيها مدينه، فبالتالي لازم ادرسها مثلا زي ما قلت، ادرسها هل مثلا فيها رياح عاليه، محطوطه على مثلا منطقه بيحصل فيها زلازل، محطوطه على مخرات سيول، كل الكلام ده يتدرس. لو ما اتدرسش الدراسه كانت موجوده، بس الفكره ان المخطط في الاخر اللي اتنفذ ما كانش فيه، ما اتنفذش كده يعني، كان في كذا مقترح لمخطط وفي الاخر احنا اتفاجئنا بمخطط تاني يتنفذ مش فاهمين اختاره بناء على ايه، ملوش علاقه خالص بمراعاه المخرات السيول. والله طالما المدينه اتبنت يعني، او الدنيا اتبنت، يبقى هو ما فيش غير ان انا اعمل فلاد بروتكشن ليه من اول ما المايه دي بتبتدي تتكون من الجبال، يعني احمي المدينه بقى. بس طبعا ده هيتكلف كتير، بس هم مش هيبداوا في الكلام ده دلوقتي غير لما يحصل فيضان. يعني هيشوفوا بقى المدينه دي هتقعد قد ايه مثلا لو قعدت 100 سنه لما تحصل الكارثه. مش عايزين نتكلم، المفروض يعني لو مثلا لا صدق يعني ان هو في يعني غلطه مخطط من فوق، يعني مش هتبقى غلطه بالظبط. لكن احنا ما هو في مدن في امريكا برضو ما كانتش معمول لها فلاد بروتكشن وبيحصل لها فلادنج، فاللي بيحصل ايه؟ بيبتدوا يدوروا على حلول تانية. واحد من الحلول دي ان هم يزيلوا المدينه بالكامل. يعني انا مثلا المدينه اللي انا بدرسها دي تكلفه المباني بس مش الانفراستراكشر كلها، تكلفه البيلدينجز بالسعر السوقي بتاعها حوالي 300 مليون دولار. طب انا دلوقتي لو هعمل ميتيجيشن ميجر مثلا، هعمل مثلا حائط خرساني يحمي المدينه دي من الفيضان ويحجز الميه، الحائط الخرساني ده تكلفته هتبقى 400 مليون دولار، او هعمل بحيره كبيره تمتص الميه دي تكلفتها. طب ما انا اعمل ايه؟ انا اللي يخليني اعمل الكلام ده انا اشيل المدينه واشتري البيوت من الناس واخد البيوت دي واروح. انا بتكلم لما بقول 300 مليون دولار دي المباني اللي موجوده في الفلاد بلين بس، كان يعني حوالي 2400 مبنى.
اخد البيوت دي واسكنها في اماكن امنه واقوم افضي المكان ده واعمله مثلا ناشونال بارك. هو ده اللي بتسميه الباي اوت بروجرام. ده بروجرام عاملاه امريكا بتشتري فيه البيوت اللي ممكن متعرضه للمخاطر. فبالتالي قدامها حلين، يا اما تشتريت يا اما ترفع البيت. فبتدي فند، فبتقول لك الحكومه يا حكومه انا هشتري منك البيت وهديك بيت تاني، او هشتري منك البيت واديك فلوسه بس تمشي من المكان ده، وبحيث المبنى ده ما يتباعش تاني ويتشال من مكانه ويبقى ملك لدوله. فده جزء. لكن انا مدينه، احنا بنتكلم دلوقتي على مدن قديمه اكتشفنا هي مكان رئيسي بيحصل فيه الفيضانات، وان انا عشان اعمل ميتيجيشن للكلام دوت هيكلفني كتير. لكن المفروض انا بعمل مدينه جديده، المفروض الكلام ده يعني يكون تخطيط، او اختار مدينه مثلا موجوده في مكان ما فيهوش كوارث طبيعيه، كلام من ده يعني. بس الله اعلم، ممكن يكون حكمهم في الاختيار ده حاجات تانية. الله يكرمك دكتور، جزاكم الله كل خير. اعتقد ما فيش اسئله ثاني، وكانت محاضره موفقه. الله يكرمك يا دكتور. استاذ حضرتك بس هناخد لقطه كده للذكرى مع حضرتك لو ممكن، لو حد عايز يفتح الكاميرا. انا عايز اكبر ايوه كده، قفلنا الشير. تمام، انا هاخد سكرين شوت و برضه انا كمان برضه للذكرى. جزاكم الله كل خير يا دكتور على المعلومات القيمة، وإن شاء الله يعني نسأل الله إن ينفع بيها الناس كلها إن شاء الله، ونتمنى لك التوفيق طبعا في الدراسة. في ثلاث أبحاث منشورين للشغل دوت، لو حد عايز أي لينكات منهم ممكن يبعت لي رسالة، وأنا هبقى أحطها في بوست على الفيسبوك وأنا بشير الفيديو بتاع المحاضرة النهارده. أنا ما عرفتش أسجل المحاضرة لأن أنا وأنا بسجلها عمالة بتدي سكرين أسود، فيا ريت يعني تكون أنت سجلتها يا باشمهندس. لا لا، إحنا مسجلين كذا نسخة، ما تقلقش. أستاذنا حضرتك حط الرابط بتاع حضرتك على الشات عشان حد عايز يتواصل مع حضرتك. تمام، مفيش مشكلة. دي صفحة بتاعت اللينكد ان اهيت. هو لو دخل على البروفايل بتاعي يعرف عمر مجدي نوفل، هيلاقيني على طول يعني بكل الحاجات. واليوتيوب اليوتيوب وريسيرش جيت وجوجل سكولر اللي ممكن نلاقي الابحاث، عشان هنا انا شايف ان في ناس اكاديميين مهتمين بالموضوع يعني. جزاكم الله كل خير يا دكتور، الله يكرمك. انا سعدت بلقاء الجميع، والاسئله كانت مفيده، والحمد لله كانت خبره كويسه، وممكن ان شاء الله تتكرر يعني. ممكن ممكن ابقى اقدم ثانيه بس مش دلوقتي، احنا لسه شغالين في الشغل ده عن الاعاصير ودراستها كانها مالتي هازارد، كانها بتجيب فلاد وبتجيب ستورم سيرج وبتجيب رياح، فازاي ندخل الكومبينيشن دول مع بعض عشان نحسب مخاطر الاعاصير على المباني. بس يعني كمان شهر ولا حاجه كده يكون الناس فائت من الساعتين دول. انا عارف انا بتكلم بسرعه وممكن الناس تكون صدعت، بس في معلومات كتير الواحد بيحب يقولها والوقت محدود. الله يكرمك، جزاكم الله كل خير. الله يكرمك، والف شكر للجميع، وربنا ييسر خير ان شاء الله. و طيب، وانا هحاول اخد الشات كوبي وابعته للناس. انا سيبت الشات اهوت عشان كان الناس عايزاه. خلاص تمام، لو حد عايز يحمله كامل. ماشي، كده كمان كل خير يا دكتور. واسفين سهرناك النهارده وفي رمضان، ولا عندك لسه بنات؟ انا لسه الدنيا عندي نهار، لسه عندي العصر. الله يكرمك يا دكتور، جزاك الله خير. الله يكرمك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.